بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. كالعادة هنتكلم في تفاصيل وملفات كتيرة. هنتكلم النهاردة كمان عن الفوز التالي الرائع لفريق النادي الأهلي على فريق الداخلية المجتهد. فاز النادي الأهلي النهاردة بأربعة أهداف مقابل هدف، وحصد العلامة الكاملة 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات واعتلاء صدارة الدوري الممتاز. ولكن برضو عايز أقول لكل الأهلوية، هنجيب لحضراتكم الأهداف زي ما حضراتكم شايفين، لكل الأهلوية ألف ألف مبروك لهذا الفوز. والحقيقة يعني وأنا بتكلم عن هذا الفوز، كسبنا، أدينا بشكل جيد، كان هناك بعض الاستهتار الواضح في تنفيذ الأهداف، أو لما كنت بتروح للجون كنت بتستهتر شوية قدام المرمى، وده كان شيء واضح وقاله مستر كولر في المؤتمر الصحفي. هل ده ممكن يحصل تاني؟ ما أعتقدش، لأنه الحقيقة ما قاله مستر كولر النهاردة في المؤتمر الصحفي اللي كنا لسه سامعينه من شوية، حاجة رجعتني أنا شخصيا ل 15 سنة ورا. هل حضراتكم تتذكروا مباراة الأهلي والترجي التونسي كانت في دوري المجموعات، وفاز النادي الأهلي في هذه المباراة ب3 أهداف مقابل هدف؟ هل تتذكروا مباراة الأهلي والزمالك، أنا ما كنتش أتشرف بالتواجد مع النادي الأهلي في ذلك الوقت، لما انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي ب6 أهداف مقابل هدف ضد نادي الزمالك؟ الواقعتين دول كان فيهم مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري والتاريخي للنادي الأهلي. مانويل جوزيه في واقعة 6-1 قال للاعبين، وده على لسان كل اللاعبين، إن احنا وإحنا كسبانين 6 كنت عايز يجيب 7 و8 و9 و10، لأن هو كان شايف إن ده فرصة وده حاجة بتبقى للتاريخ. أنا بقى أتذكر في مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري المجموعات على دور المجموعات على ما اتذكر، كانت النتيجه 3-0 ودخل فينا هدف، واصبحت دخل فينا هدف في الدقيقه 92 مثلا، فاصبحت النتيجه 3-1 وانتهت المباراه 3-1 وفاز النادي الاهلي وصعد الى الدور القبل النهائي في المجموعه بعد المجموعات، وبعد كده خدنا هذه البطوله. ولكن اتذكر ما فعله مانويل جوزيه، دخل الاوضه وقال احنا كان بقالنا فترة طويلة جدا ما كسبناش الترجي تحديدا. دخل مانويل جوزيه الأوضة وقال لنا كلمتين، قال لنا فيما معناه لعبته وحش جدا، واوعوا تفتكروا ان انتوا عشان تكسبوا الترجي 3-0 يبقى انتوا او 3-1 يبقى انتوا عملتوا ماتش حلو. قال كان في حالة من الاستهتار، كان ممكن جدا نكسب الترجي 5 و6 و7، وخصم من كل الفريق مبلغ مالي باستثناء الثلاثة اللي جابوا الاجوان. وقال ليه؟ قال لأنهم كانوا مركزين ان هم يجيبوا جوال، وخصم من كل المهاجمين في ذلك الوقت مبلغ مالي. النهارده وانا قاعد بسمع المؤتمر الصحفي وبعد هذا الفوز الكبير والرائع، خدوا بال حضراتكم، وبعد هذا الفوز الكبير والرائع لمستر كولر وللفريق، لما سمعت مستر كولر وهو بيتكلم وبيقول انا مبسوط بالنتيجه ومبسوط بالاداء، ولكن كان هناك بعض الاستهتار وكان ممكن نكسب هذه المباراه اكتر من كده. الحقيقه زي ما قلت لكم كده، نفس الكلمه دي اتقالت لي قبل كده من 15 سنه او من 18 سنه، وبالتالي الكلمه لازقه في دماغي. انا بقول لحضراتكم انا مطمن لما هو قادم، أنا مطمن لما هو قادم، مش عشان الزمالك اتعادل، مفرقش معايا. أنا اللي يفرق معايا فريقي، اللي يفرق معايا النادي الأهلي. الزمالك يتعادل، أوكي هو هما يعني دي حاجة تخص نادي الزمالك وتخص جمهوره. ولكن أنا بالنسبة لي طول ما أنا شايف إن أنا عندي فريق بهذا الأداء وبهذا المستوى وعندي مدرب بهذه العقلية، أنا مبسوط وسعيد وفرحان كأهلاوي. والحمد لله والشكر لله، يوم عن يوم بنثبت لحضراتكم من خلال كلامنا دائما الصادق مع جمهور النادي الأهلي من خلال البيت الكبير
كل يوم بنثبت لحضراتكم او بيتم الاثبات لحضراتكم قد ايه الصدق اللي احنا كنا بنتكلم بيه معاكم خلال الفترات السابقة، ولم يكن هناك اي تطبيل، ولم يكن هناك اي تطبيل لمجلس ادارة النادي الاهلي. احنا ما عملناش حاجة، خلي بال حضراتكم، احنا لسه ما عملناش حاجة، ولكن هناك بعض الشواهد اللي بتؤدي لنتائج جيدة، هناك بعض البشائر اللي بتخليك قاعد مبسوط ومستريح وسعيد ومطمن. فالحمد لله يوما عن يوم، يوم عن يوم بيتم من او بيبان لحضراتكم قد ايه ان احنا لما بنقول حاجه بنقولها، لان الحمد لله والشكر لله كل اللي شغالين في هذا البرنامج عندهم ضمير وبيعرفوا يتكلموا ازاي مع جمهور النادي الاهلي. ممكن اوصل لحضرتك المعلومه علشان تبقى حضرتك عارف، النهارده وبعد غياب اكتر من 6 أو 7 لاعبين، النهارده وبعد غياب 6 أو 7 لاعبين، علي معلول، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، عمرو السولية، اليو ديانج، رامي ربيعة، في حد تاني يا شباب لو انا نسيت؟ طيب لو في حد تاني قولوا لي. 6 أو 7 لاعبين غايبين عن النادي الاهلي، و6 أو 7 لاعبين من اللاعبين المؤثرين مع الفرقه، ولكن النهارده حضرتك بتلعب بتشكيل تحس ان هو ده التشكيل الرئيسي والاساسي للنادي الاهلي وان مفيش غيابات، صح ولا مش صح؟ الحمد لله والشكر لله. لما كنا بنقول لحضراتكم هنا في هذا البرنامج ان عوده محمد الشناوي من البلبطه في البحر ومن الاجازه دي صفقه، ما كناش بنضحك على حد. لما كنا بنقول لحضراتكم ان محمد مجدي قفشه، وان محمد مجدي قفشه النهارده عامل 3 أو 4 أهداف، لما كنا بنقول لحضراتكم ان اكرم ومحمود متولي صفقه جديده، ما كناش بنضحك على حد. لما كنا بنقول ان كريم فؤاد والكابتن عادل طعيمه بنفسه قال هذا الكلام برضه وتوظيفه الجديد، ادي صفقه جديده، صفقه جديده. لما كنا بنقول لحضراتكم ان محمد الشناوي صفقه جديده بعد البلبطه والاجازه، اهو زي ما حضراتكم شايفين. فعندنا حاجات كتيره جدا لما كنا بنتكلم مع حضراتكم، كل السوشيال ميديا الحمد لله والشكر لله قالت الكلام اللي قلناه هنا في البيت الكبير من 5 6 شهور، او من بعد ما تم اتخاذ القرار بإراحة اللاعبين في الموسم السابق، قلت لحضراتكم، وبعد انتهاء او موسم الانتقالات انتهى واتقفل، قلت لحضراتكم ان احنا عندنا صفقات، والاساتذه كانوا بيتريقوا عليا. فالحمد لله ان البلبطه هي بتجيب نتيجه، والصفقات الجديده بتجيب نتيجه، الصفقات الجديده بالنسبه لنا يعني. لكن انا ماليش علاقه مين بيعمل ايه، ولا مين صفقاته ناجحه، ولا مين صفقاته مضروبه، ولا هي مجرد كلام وخلاص، كل ده ما يفرقش معايا، وكل ده مش هتكلم فيه لانه ما يخصنيش. انا كل اللي يخصني ما شاهدته اليوم من اطمئنان وسعاده تخليني كمشجع اهلاوي اطمئن لما هو قادم. هتقول لي ده كل ده عشان كسبت الداخليه وخدت السوبر؟ لا يا فندم، السوبر ما انا باخده، انا باخده 12 مره او 11 مره قبل المره دي. انا لا اقيم الجهاز الفني ولا اقيم اللاعبين بالقطعه يا فندم، انا بقيم مواقف عدت عليا كواحد لعب كوره قبل كده في النادي الاهلي، وسمعتها من اجيال كثيره جدا بحكم ارتباطي معاهم يعني. فالتقييم اللي انا شايفه ان الامور جيده او البشائر جيده، وفي اول السنه دي قلت لكم، قلت لحضراتكم في اول السنه دي ان احنا خدنا اجازه، وبعد الاجازه هنرجع نعمل فتره اعداد، وبعد فتره الاعداد هنلعب ماتشات وديه، او في نهايه فتره الاعداد هنلعب ماتشات وديه، ثم تبدا المباريات الرسميه. وبالتالي ده الشيء الطبيعي، او ده الموقف الطبيعي لأي فرقة محترمة. عشان كده قلت لحضراتكم إن البشائر جيدة. ناس كتيرة جدا قالت
ومنهم اهلاويه ودول على دماغي من فوق الحقيقه. قالوا لي وكانوا بيكلموني قالوا لي يا اسلام يعني هو النادي الاهلي لما يعمل ثلاث صفقات بس؟ قلت لهم يا جماعه والله صدقوني هناك في 10 او 11 صفقه بعد عوده اللاعبين من البلبطه والاجازه. فالناس برضو كانت بتسالني يعني ايه 11 صفقه؟ الحمد لله كل حاجه بتتضح دلوقتي واحده بواحده. زي ما قلت لحضراتكم امبارح، قلت لحضراتكم يا جماعه من فضلكم ما تصدقوش اي حد بيتكلم على ان كولر او علي معلول او حسين الشحات عنده كورونا. فانا النهارده سبحان الله امبارح يعني ممكن تقول لي كان عندك معلومه، يعني كان عندي معلومه طبعا لكن ليست رسميه فما اقدرش اقولها. ليست رسميه فما اقدرش اقولها، لكن عندما تكلم استاذ عصام شلتوت امبارح قلت له يا استاذ عصام خلينا ننتظر لبكره ونشوف هل المدير الفني مستر مارسيل كولر هيروح المباراه ولا مش هيروح المباراه. لانه انا متاكد مليون في الميه ان كل ما يقال خارج الموقع الرسمي وخارج قناه النادي الاهلي ما هو الا ضرب في النادي الاهلي. لا لكن كل واحد من حقه ان هو يجتهد ويقول حاجه طالما هي صحيحه. لكن كل الكلام او كل ما قيل امس عن ان مارسيل كولر او من اول امس عن ان مارسيل كولر عنده كورونا زي ما حضراتكم شايفين اهو، دل على السلامه يا مستر كولر. مش تقول لنا يا اخي ان انت كان عندك كورونا والكورونا بتخلص في اقل من 24 ساعه كده. والله يعني انا بتكلم مع مستر كولر اهو، ويعني حلوه الكورونا دي لطيفه، يعني راجل حتى شكله كويس وزي الفل. شويه برد الحمد لله خد الادويه وبقى كويس راح ادار المباراه. كل الناس او كل من حاول ان يطلق هذه الاشاعه كان بيعملها ليه؟ بيعملها عشان يضغط على النادي الاهلي. لكن زي ما حضراتكم شفتوا كده كل هذه الضغوطات ادت الى ايه؟ الفوز باربعه اهداف فقط على الداخليه. مفيش مجال للاجتهاد لان الخبر واضح وصريح على الموقع الرسمي ومن خلال قناه الاهلي انها نزله برد حاده وليست كورونا. مره تانية هي ايه المشكله لما هتبقى كورونا؟ ما احنا كنا هنقول لحضراتكم ان هي كورونا. ما هو زي مستر كولر بنعمله. يعني الكورونا بعد التطعيمات بقت امر عادي زيها زي البرد. فلو في حاجه اسمها كورونا او يعني لو حد من المدرب او اللاعبين عنده كورونا هنطلع نقول يا جماعه دول عندهم كورونا. عموما ثلاثه نقاط تضع النادي الاهلي قبل التوقف و خلاص كلنا دلوقتي ثقه وكلنا مبسوطين وفرحانين بهذا الاداء وبهذه النتيجه وبعقليه المدير الفني اللي امام حضراتكم وبالكلام اللي بيقوله. عموما خلينا نقول برضو الف سلامه يا كولر. طيب لانه بحضراتكم كذا حد بيبعت لي في هذا الامر، والله انا ما فارق معايا مين بيتعادل ومين بيكسب، والله العظيم ما فارق معايا خالص، ليش علاقه. لسه الدوري بدري جدا على هذا الكلام، ولسه الايام طويله، ولسه ده هيفقد نقاط وكل الفرق المنافسه هتفقد نقاط. اتمنى طبعا ان ده ما يحصلش ان النادي الاهلي يفقد نقاط، ولكن هيحصل. مش ممكن ناخد كل، اتمنى ان ده يحصل ولكن خلينا نكون واقعيين. فكل الناس اللي بتبعت لي تقول لي يعني انا مش فارق معايا حد تاني، والله ما ببص لحد. صدقوني يا جماعه انا عشان ابص لحد يبقى لازم ابص لتحت، وانا عمري ما النادي الاهلي يعني عمره ما بيبص لتحت، النادي الاهلي دايما باصص لفوق. فما فيش حد معديني عشان ابص له. فكل اللي بقوله لحضراتكم انه خلينا نبقى واثقين في فرقتنا، خلينا الشكل العام الحمد لله الامور جيده. كره القدم اتعلمنا يعني في كره القدم ان كل حاجه بتتغير في لحظه. في لحظه. خلينا واقفين ورا فرقتنا، خلينا في ظهر فرقتنا، ما فيش حاجه حصلت بالمناسبه، اللي حصل ايه؟ خدنا كاس سوبر كان عندنا يعني 11 قبله، الحمد لله زادوا بقوا 12. كسبنا الداخليه وكسبنا اسوان وكسبنا الثلاث مباريات الاولى الحمد لله والشكر لله كرم من عند ربنا، ولكن القادم أطول وأصعب. القادم أطول وأصعب. يا عم إسلام بقى هو أنت ما بتعرفش تفرح؟ لا مش ما بعرفش أفرح، ولكن أنا فرحتي دايما بتبقى بعد البطولات. فرحتي بعد مباراة السوبر أنا وكل الأهلاوية بنبقى مبسوطين وسعداء.
فرحتنا هتبقى بعد رجوع الدوري يا رب يا رب، ان شاء الله يكون الدوري يرجع تاني لوضعه الطبيعي يعني 42، ان شاء الله يبقوا اكتر، ان شاء الله يبقوا اكتر. هو ده، بفرح وبتبسط بالمواقف، بفرح وبتبسط بان انا عندي مجلس اداره بيعرف يختار، بعرف وبتبسط انه بعرف وبتبسط انه عندي مجلس اداره ومشرف على الكوره يستطيع ان هو يختار. هو ده اللي انا بفرح له وبتبسط له، عشان كده انا كمشجع اهلاوي بفضل واقف ورا فريقي، بفضل سعيد وهفضل واقف ورا فريقي. النهارده من ضمن الحاجات اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم لقطه، لو جاهزه عايز اوريكم لقطه لحضراتكم لجمهور النادي الاهلي. وليه دايما انا بقول ان جمهور النادي الاهلي مختلف؟ اوري لحضراتكم بس اللقطه دي، اتفضل. سمعني صوت الجمهور، مش مهم صوتي، سمعني صوت الجمهور. هو طيب، هنا اللقطه دي بالنسبه لي بتمثل شيء رائع وشيء جيد، وبتمثل جمهور النادي الاهلي. ودايما انا بقول لحضراتكم جمهور النادي الاهلي بيختلف عن اي حد. اللقطه دي هو شمعنا كريم، شمعنا كريم فؤاد فقط اللي تم تحيته بعد خروجه؟ شمعنا؟ انا بس كنت بوري لحضراتكم، انا اللي يهمني في اللقطه جمهور الاهلي هو بيحيي كريم فؤاد. هو ده اللي انا بقوله لحضراتكم، ان كريم فؤاد يستحق التحيه. زمان كنا بنعرف ان احنا الجيل القديم، الجيل السابق كان بيعرف ان انا مثلا كنت بعرف ان انا عملت ماتش كويس ازاي، ان الماتش اللي بعده الاقي جمهور الاهلي كانوا بيندهوا علينا. ايام الجيل لما كان الجيل ده بيلعب، الجيل بتاعنا يعني كان بيلعب، كانوا المباراه اللي بيبقى فيها مثلا ابو تريكه كويس، المباراه اللي بعدها يندهوا على ابو تريكه نمره واحد. طيب المباراه اللي بعدها بركات كويس، المباراه اللي بعد كده يندهوا على بركات رقم واحد. فكان بيجي لك تقدير الجمهور وقتي، كان بيجي لك تقدير الجمهور وقتي، في ساعتها كده كنت بتحس بالجمهور. النهارده، وده كان نظام بالمناسبه، احنا كنا كلاعيبه بينا وبين بعض لما نقعد نتكلم كنا نقول ايه، يا ترى الجمهور هيعمل ايه مع مين الماتش اللي جاي، والجمهور كان بيختار بمنتهى العداله. كان بيلاقي ابو تريكه يطلع المباراه اللي بعدها ابو تريكه ينده على ابو تريكه رقم واحد، يبقى كده ابو تريكه المباراه دي كان كويس قوي. بركات، بركات دي يبقى بركات اللي كان كويس، جمعه يبقى جمعه، شادي يبقى شادي، متعب يبقى متعب، فلافيو يبقى فلافيو ساعتها. ف جمهور النهارده أشادت مباشرة بكريم فؤاد. هل ده معناه إن كريم فؤاد كده عمل اللي عليه والدنيا؟ لا، كريم فؤاد ما عملش حاجة لسه. إحنا الحمد لله والشكر لله، من المتوقع يعني لو دخلت مسابقة وسألت حد أهلاوي أو حتى ما بيشجعش النادي الأهلي وسألته وقلت له مين اللي هيكسب، الأهلي ولا الداخلية؟ هيقول لك بنسبة 99% أو 90% الأهلي هيكسب الداخلية. فما فيش حاجة كبيرة حصلت، ولكن كريم فؤاد أدى بشكل رائع. هو ده اللي احنا ننتظره منك في كل المباريات يا كريم، مش في مباراة الداخلية فقط. عندك مباريات دوري، عندك مباريات أفريقيا، عندك مباريات إن شاء الله ربنا يكرمنا ونروح كأس العالم، عندك مباريات كل البطولات اللي هنلعبها في الكأس وكده. هو ده المستوى اللي احنا ننتظره منك. فاللي بقوله لحضراتكم كلام مهم جدا جدا جدا. النهارده الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا وكل الامور اصبحت جيده. على الجانب الاخر، النهارده كابتن احمد كشري المدير الفني لنادي امبي عمل مباراه رائعه من الناحيه التكتيكيه. المباراه في الشوط الاول، انا هحكي لحضراتكم على مباراه الزمالك وامبي في شوطها الاول. الشوط الاول نادي امبي كان واقف في نص ملعبه وبيلعب على الهجمات المرتده. الشوط الثاني فوجئنا بامبي مختلف الحقيقه.
خلينا نروح لكابتن احمد كشري ونعرف منه ايه الفارق ما بين الشوط الاول، وطبعا نهنيه على هذه النقطه. كابتن احمد ازي حضرتك؟ يعني طبعا ابارك لك، بتلعب فريق كبير زي نادي الزمالك وتتعادل، اعتقد شيء جيد. حبيبي يا كابتن اسلام، الله يبارك فيك. الحمد لله، طبعا مباراه انت عارف مباراه صعبه مع نادي الزمالك، وطبعا بوست جمهوره، ومباراه بعد طبعا مباراه السوبر، اكيد الفريق بتاع الزمالك جاي عايز طالع جمهوره جاي، لكن احنا الحمد لله كنا يعني مستعدين بنسبه كبيره. نعم. ويمكن اشتغلت على العوامل النفسيه للعيبه قبل المباراه، والحمد لله زي ما انت شفت كده الشوط الاول كان يعني سجال، ما فيش حاجه خطيره علينا، يمكن هي ضربه الجزاء جت في اخر دقيقه ووارد الاخطاء، لكن النهارده لا، وضرب الجزاء هي خطأ، يعني هو اللاعب بعيد، لاعب الزمالك بعيد خالص عن الجول. والله يا كابتن اسلام انا مش هتكلم بقى في الحاجات التحكيميه لان في حاجات في الملعب، لكن المباراه طبعا يعني النهارده انت شايف في حاجات كثيره، مكاسب النادي الانفي ده لاعب ثلاث ولاد مواليد 2003، والله برافو عليك، هايل. ثلاث لعيبه الباك ليفت بتاعي، حمدي ده مواليد 2003، يوسف لبيب الفرود 2003، احمد نادر حواش 2003، يعني في مباراه، واللي جاب لي الجون النهارده لعيب اول مره يلعب دوري ممتاز، كان بيلعب في الدرجه الثانيه. الحمد لله يعني اللعيبه يعني اهنهم نفسيا، رغم ان احنا مباراتنا صعبه جدا يا كابتن اسلام، يعني تخيل اول مباراه بيراميدز تعادلنا معاهم، ولعبنا بعديها الجيش في ملعب الجيش، وبعدين المصري في اسكندريه، وبعدين الزمالك، مباراة كلها صعبه. انا عارف الدوري كله صعب، لكن انت بتلاعب فرق صعبه وتقيله، بتعرف تكسب، بتعرف تجمع نقط، فيمكن هي دي الماتشات. وانا عندي لعيبه كتير، انا النهارده بلعب ما عنديش مهاجم، يعني النهارده اوفا مصاب، يعني قدامه اسبوع ويرجع، عندي برين جلال مصاب، عندي كريم الطيب مصاب، ما عنديش فيرود النهارده، ويمكن عبد العاطي اللي انا التغييرات اللي عملتها الشوط الثاني قلبت الماتش وخلتنا احنا اللي راكبين الجيم ومستحوذين طول الوقت. فالحمد لله يعني الحمد لله مباراه جيده وكويسه من لعيبتي، والحمد لله يعني كنت كويس في الوقت ده، انت عارف اللي بيجمع في الوقت ده بيبقى مهم جدا، خاصه لما يكون مع نادي طبعا. يعني لعبت نادي الزمالك ولعبت نادي بيراميدز، تعادلت مع نادي الزمالك وتعادلت مع نادي بيراميدز، اعتقد ان ده شيء جيد جدا يا كابتن كشري. ودايما الشوط الثاني بالنسبه لك بيفرق كتير جدا عن الشوط الاول، او بيبقى هناك تحول واضح او نقطه تحول واضحه في الشوط الثاني يا كابتن كشري؟ طبعا لانه تغييراته، لانه النهارده تحديدا كمان حصل مع برضه بيراميدز، احنا كنا خسرانين مظبوط اول الشوط الثاني، نزلنا كنا الافضل وجبنا هدف التعادل وكنا قريبين المكسب، يعني الحمد لله. طبعا يعني انت عارف يعني انا كمدرب بستنى بين الشوطين ده ان بيبقى في حاجات كتيره جدا تقدر تعملها مع اللعيبه، تقدر تفكر في تغييراتك، تقدر تغير معنويات اللعيبه لو انت شايف اللعيبه معنوياتها مش كويسه. الحمد لله يعني بحمد ربنا طبعا، مباراه كويسه جدا، ادينا مباراه كمان، يعني كنا مستحوذين على نص الملعب رغم ان يعني فريق الزمالك كان رامي برضو معظم اللعيبه عنده المهاريين، يعني في الملعب زيزو وشيكابالا ومصطفى شلبي وكتيري، يعني لعيب الكوره انت عارف يعني تقال لما بيلعب، طبعا احنا اللي كنا واخدين نص الملعب منهم، احنا اللي كنا الافضل ولينا اكثر من فرصه قبل الجون، يعني احنا كنا حاسين ان الجون قرب، وزي ما بقول لك يعني لولا الغيابات برضو عندي كان ممكن الامور تبقى افضل من كده، لكن الحمد لله اللعيبه اللي لعبوا النهارده كلهم رجاله، ونتيجه الحمد لله ايجابيه باداء، يعني نتيجه باداء مش يعني ما جاتش بالصدفه، لا احنا طوال المباراه شكلنا كويس، نوصل لجونهم في اكتر من فرصه، والحمد لله على النتيجه. الف مبروك يا كابتن كشري، واعتقد ان الشهر القادم او الاجازه القادمه من الممكن جدا ان هي تفرق معاك خلال الفترة القادمة ويتم فيها تصحيح الأوضاع. أكيد أكيد طبعا، أنا يعني مستني الفترة دي، أنا بقول لك عندي إصابات وعندي لعيبة لسه ما انسجمتش، في تغييرات كتيرة طبعا، يعني النادي جاب لعيبة كتيرة، صفقات، الصفقات دي محتاجة إن هي وقت، وإحنا فترة الإعداد كانت قليلة جدا بعد ما النادي تعاقد معايا، بدأت متأخر ما لحقتش، عملنا معسكر بس في اسكندرية ورجعت على أول مباراة في الدوري، فأكيد أنا محتاج يعني وقت الفرقة يحصل فيها انسجام، وإن شاء الله هتشوفوا ان شاء الله الفريق افضل كمان في الفتره الجايه باذن الله. شكرا جزيلا يا نجم على وجودك معنا كابتن احمد كشري المدير الفني لنادي ام بي بعد تعادله اليوم مع نادي الزمالك. هحكي لحضراتكم قصه قصيره وحزينه. طيب خلينا بعد الفاصل، اطلع فاصل وبعد هذا الفاصل
هرجع احكي لحضراتكم قصة قصيرة. ايه هي وليه وايه اللي بيحصل؟ قصة قصيرة، هي حزينة شوية الحقيقة، حزينة كتير مش حزينة شوية. هطلع فاصل وبعد الفاصل ارجع احكي لحضراتكم هذه القصة القصيرة الحزينة. هحكي لكم قصة قصيرة حزينة. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، لاعب سكواش مصنف رقم 3 على مستوى العالم اسمه مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي للسكواش ولاعب منتخب مصر طبعا، وزي ما قلت لحضراتكم رقم 3 على مستوى العالم. اللاعب ده حرفيا حرفيا كده هناك حرب ضده، هناك حرب ضد هذا اللاعب. يعني أنا عندي لاعب رقم 3 على العالم، مش على مصر، على العالم. العالم ده اللي هو أمريكا وأستراليا وأوروبا وكل حاجة، العالم. ف يعني عندما تصنف في كرة القدم ميسي ورونالدو ومبابي وهالاند، فهو كده في الاسكواش من المصنفين دول، من الأسماء دي. مش كلامي ولكن ده كلام الناس اللي، أو ده تصنيفه. بيتم محاربة هذا اللاعب لدرجة إن أنا سمعت وطلع أتكلم مع حضراتكم، لأن أنا أعلم تماما يعني إيه جمهور النادي الأهلي، أعلم تماما هذا الأمر. جمهور النادي الأهلي لما هيسمع هذا الأمر هيعرف إنه الرجل ده بيتحارب، أو اللاعب ده أو النجم ده بيتحارب. وبتحارب ليه؟ لمجرد ان الراعي بتاعه مش هو الراعي بتاع الاتحاد. انا للاسف مش هقدر اقول اسماء الرعاه. فالراعي بتاع مصطفى هو شركه، والراعي بتاع الاتحاد هو بنك كبير. المهم يعني ان مصطفى بيتحارب من رعاه الاتحاد وبمباركه من رئيس الاتحاد، اللي بالمناسبه عارف كل هذه الحروب والمؤامرات اللي بتحصل مع اللاعب، من تحريض للاتحاد الدولي للسكواش ضد اللاعب، من مجاملة لاعبين أقل منه في التصنيف، بس لمجرد أنهم تابعين لراعي الاتحاد. يعني لو على اعتبار أن قناة الأهلي، هقول لحضراتكم يعني بالراحة، قناة الأهلي هي الراعي لعسل، خلاص؟ راعي الاتحاد قناة أخرى، خلاص؟ فالراعي بتاع الاتحاد اللي هو القناة الأخرى عمال اتخبط في عسل علشان هو الراعي بتاعه واقف معاه وبيديله وبيعمله وبيقف معاه، بس هم عايزينه يبقى تبعهم. ده بمنتهى البساطة. بالمناسبة مصطفى ما كانش عنده مشكلة ان هو يكون كمان تحت مظلة رعاية الاتحاد، ما عندوش مشكلة الراجل يعني. لكن حضرتك اتعرض على 3 على العالم، على العالم مش على مصر، اتعرض عليه كام؟ 60,000 جنيه يا فندم في السنة. المضرب لوحده ب 8,000 جنيه ولا ب 12,000 جنيه حاجة كده يعني. تخيلوا، ويقولك عايزين يطلع بطل. الراجل ده بيسافر في السنة 18 دولة ما بين بطولات ومعسكرات ومعسكرات إعداد، غير إنه بقى المصاريف التانية والالتزامات اللي عنده كنجم، وجاي له قد إيه من العروض اللي تخليه ينظر. أنا بقى أحذر من دلوقتي، أنا بقى أحذر من دلوقتي من تكرار سيناريو محمد الشرباجي اللي ساب اسم مصر وراح لعب باسم انجلترا. وراح ليه؟ بسبب اللي كان بيحصل معاه دلوقتي، اللي بيحصل مع مصطفى دلوقتي. يعني هو نفس اللي وداه. انا هنا في البيت الكبير تواصلنا مع الاستاذ محمود والد اللاعب، وقال ان اللاعب متمسك بتمثيل بلده وانه رافض كل محاولات الاغراء رغم كل ما يتعرض له من استخفاف بتصنيفه. طيب، هل تدخل
الوزير المحترم دكتور أشرف صبحي. طبعا دكتور أشرف تدخل أكتر من 3 أو 4 مرات واتصل مع مسؤول الشركة الراعية للاتحاد اللي يعني تقاعس أو ما قعدوش مع مصطفى بأي طريقة، كل مرة كان بيتهرب ويرفض هذه الجلسة. خلاص؟ فالحقيقة كلام كتير جدا بنسمعه في هذه الأزمة، وكل من ورد اسمه أو كل من أشرت إليه يحق له الدخول في قناة الأهلي. خلاص؟ تصل بالإعداد عندنا أستاذ هشام حسن، حضرتك تتصل بيه أو تتصل بيا أنا شخصيا، ويحق ليك إن أنت حق الرد في كل هذه الأمور. وبالمناسبة هو أنا لما بقول حاجة زي دي بقولها ليه؟ لأنه أنا نفسي حد بس يطلع يرد عليا. هل حضراتكم متخيلين إن في 4 من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الاسكواش قدموا استقالتهم بسبب تلك الأزمة دي؟ لأن هناك ارتباك إداري أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. إزيك كابتن شريف؟ كابتن إسلام منور، أخبارك إيه؟ افتقدتك النهاردة في الاستوديو وأنا قاعد بتفرج. لا ما هو نحلي بقى يوم ويوم. لا نحلي النهاردة بنحلي. قاعد بتفرج على الاستوديو قلت لهم الله كابتن شريف فين؟ لا نحلي الحمد لله. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام. مبسوط طبعا. النهاردة يوم جميل. طبعا. جميع الوجوه. إشمعنى؟ كده وكده. إشمعنى برضه؟ الأهلي النهاردة كان كويس. الأهلي النهاردة حاجة تانية. سيبك من ماتش الزمالك. أنا مش عارف الناس ليه رابطة، أنا ما على فكرة لسه الدوري بدري جدا على ماتش الزمالك طبعًا. يعني. بس إيه أو إن الزمالك يفقد نقطتين، ما هو الأهلي لسه الأيام ما حدش عارف إيه اللي هيحصل. تبقى دفعة معنوية، أنت فاهم الحكاية دي. يعني بتبقى ثقة للاعبين إنهم بيلعبوا بره أرضهم وفي السويس، وملعب السويس صعب جدا على فكرة. في هواء وبتاع ضد اللعيبة كلها. لكن صحيح. لعيبه بتمتاز بروح كبيره جدا ودوافع كتيره جدا ومعطيات بتديها جوه الملعب. عندهم اسلام بقت حاله من التنوع في اللعب. ايوه يعني الاول ما كانش، كنا ندور على جمل نسال، ما فيش جمله، ما فيش حاجه احنا نقدر نرتكز عليها. أيوه. نراهن عليها ان هم يقدروا يكسبوا المباراه، كان كله بختك يا وبخيت. بالعكس النهارده في رؤيه، في باص سريع. في لعيبه كلها شايفه بعض، لعيبه بتغطي بعض، لعيبه مش عارفين المراكز فين. حرية في التحرك في كل حاجة. تصميم على الفوز، وده الأهم من كل حاجة. النهاردة بنشوف جون في أول دقيقة ونص يعني. صحيح. وبيتكرر بعدها على طول بجول تاني، ومحاولتين ثلاثة بثلاث أربع أهداف. إذا في حالة اللعيبة مقدرة المسؤولية في الموسم ده، وزي ما أنت بتقول من فوز لفوز بتاخد ثقة أكتر، أو بإحساسك كمان كجهاز فني جديد بيتمتع باعطاء الثقه لكل اللاعبين. يعني ما بيقولش فلان اللي هيلعب 45 دقيقه ده هو الاساسي بتاعي. صحيح. لا، اللي بيدي في الملعب هو اللي بيكون موجود، اللي بيدي ولو لمده 20 دقيقه بس افيد. اديك شفت النهارده بيلعب بثلاثه فراوده. بيخرج 2 فراوده وينزل 2 فراوده، بقت الحكايه خلاص مساحه اللعيبه بتعطي فرصه حتى للعيب اللي لعب بره ان هو ينزل. وينزل بارتياحيه بهيفي سكور. غير بقى اهداف ما بتتحسبش، غير اهداف بتضيع، غير 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 غير. فمجمل المباراه بتبقى بتقول لي انت مبسوط ليه؟ لا مبسوط. مبسوط من الاداء الحقيقه. التنوع والتركيز على دخول خط منطقه الجزاء، الثقه. واحد زي كريم فؤاد النهارده يعني بيكرر نفسه. لو جبت ممكن هيبقى سؤالي التاني، ايه رايك في توظيف كريم فؤاد؟ عمل جونين وجاب جونين وضيع الثالث او لم يحتسب الثالث. عامل شغل كويس مع توظيف جديد لكريم اللي احنا كنا جايبينه اصلا يلعب في الباك رايت او الباك ليفت. انت كنت جايبه اصلا من المكان ده ومن المركز ده. اوكي. كان هو بيلعب فين؟ في نفس المكان ده. وخد عينيك في المكان ده. اوكي. وفي التنفيذ ده وفي الفينش ده. لكن دخوله منتخب مصر على ما اعتقد اسلام اداله ثقه كبيره جدا. طبعا. اداله دفعه قويه جدا انه مش مركون او مش تحت الاختبار او التقييم لسه. لا. انا حسيت ان هو عنده نزعه ان انا عندي كوره وعندي اداء. والفرقه لما بتبقى كويسه اعتقد كل لعيبه بتبقى كويسه. صحيح. والكوره بتلعب المكسب زي ما حضرتك بتقول. اهم ما يميز النهارده هو المكسب. المكسب حتى وخصوصا ان الاداء كويس. فمكسب واداء احنا خلي بالك برضو احنا بقالنا فتره كنت بسمع حضراتكم دايما في الاستوديو التحليلي على الاقل في نهايه الموسم الماضي
كانش عندنا يعني حاجه خلاص. كنا عايزين نكسب وخلاص مش عارفين ولا نكسب. عايزين الموسم ولا يخلص انا كنت عايز الموسم يخلص وخلاص عشان نشوف اللعيبه تاخد راحه وتشوف الجديد باذن الله ونفكر في الموسم الجديد. صحيح. بالخطه اللي كانت مرسومه من المؤسسه كلها ومجلس اداره وكله قال لك خلاص يعني احنا بالبلدي كده رمينا الفوطه السنه دول هيريحوا هيريحوا والنادي هتيجي وراه ومتريح ونعمل تقييم شامل ونجيب جهاز فني جديد وياخد فرصته ويعمل فتره اعداد بينا ماشيين طبيعي. والطبيعي بالزبط. اديك شفت عوده اكرم عملت لكريم فؤاد كفرنج هايل من ناحيه كديفندر وراه صحيح. وحريه التحرك الراجل النهارده بيجيب جول خامس ده من سنتر فيرود صحيح مكان غريب جدا غريب جدا صحيح. يعني بلعب هنا وبلعب هنا وبلعب هنا فهو ده التميز. نعم هو ده الطاقة والحياة والشباب باينة فيه باينة في هذا اللاعب الحقيقة عشان بتيجي تقول هو رجل مباراة أو 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 فبناخد مجمل ليه بنقول عليه مش عشان الأهداف بس ده عمل جولين في ماتشين كوبي لدرجة إن السنتر فيرود اتحرك نفس التحرك صحيح لما بيوصل ده معناه بالنسبة للفنيين إيه بقى؟ ده معناه إن هم ماشيين صح إن في شغل بيتعمل هم ماشيين صح و اديك شفت برونو وشفت قفشه. نعم كنا بنقول استحاله هيبقى برونو موجود واستحاله قفشه هي الظروف بتوديك انك انت بتشوف الاثنين مع بعض ولسه يعني لسه يمكن برونو نفذ حاجه من اللي بيعرفها وجاب جول حلو قوي في مباراه الزمالك. النهارده بنلعب زي ما بيقولوا هو مالوش في الحته بتاعت قفشه وبيلعب على الطرف او بيلعب على الطرف وبيعمل بيبني مع اي حاجه فرغم ان علي معلوم مش موجود النهارده. نعم يعني موجود فهمت. محمد اشرف صحيح بيدي فرصه كبيره جدا لمحمد اشرف هو زي ما احنا عارفين السن والخبره والحاجات دي فكل حاجه في الوجبه بتاعه النادي الاهلي النهارده بنسميها ايجابيه وجبه دسمه انت مش قلقان من اي حاجه يا اسلام وانت بتتفرج حاسس ان ده هيعوض وده هيجيب وده هيروح وده عنده استعداد وده مركز فهو ده اللي احنا بنتمناه دايما والتكمله في الموسم الجديد ده كله يبقى بهذا الشكل مع مختلف اللاعبين كلهم اشتركوا النهارده صحيح ناقص ايمن اشرف على ما اعتقد هو اللي هيبقى موجود بعد كده ما هو ده سؤالي اللي جاي يا كابتن محمد فخري محمد اشرف ايمن اشرف لا محمد اشرف محمد فخري ده غير ايمن دول الموجودين انا بتكلم اللي ما لعبش اللي ما لعبش لكن انا بكلم حضرتك على اللي لعب محمد فخري محمد اشرف عوده ياسر ابراهيم بعد غياب في مباراه في الجوله الثالثه هل حضرتك كنت شايف ان ده مغامره يعني محمد اشرف ومحمد فخري ما اكيد يعني شباب مش هنضحك على بعض اكيد ياسر بعد ثلاث ماتشات ما بيلعبش وقصص بتتحكي برضو ان هو الراجل ضد ياسر ما اعرفش الحاجات دي بتطلع امتى لكن في النهايه اهو ياسر موجود وادى بص سيبك من السوشيال ميديا والتفكك اللي بتحب تزرعه في اي حته امبارح يعني. ولا اول امبارح فوجئت لقيت ايه ان بيتقال على كولر وعلى علي وعلى حسين الشحات انهم عندهم كورونا ايوه لدرجة الراجل راح عمل مسحة؟ لا عمل وهو مفيش أي حاجة وراح بعربيته لغاية الاستاد فأنا طبعًا إيه يعني ماشي أنا شغال في القناة وكل حاجة فبنشوف الأخبار من خلال القناة مفيش يا جماعة دخلنا على الموقع الرسمي لا يا جماعة مفيش ده هو الناس في الموقع الرسمي قايلين إن هو نزلة برد حادة يبقى نزلة برد حادة أصله هتفرق في إيه كورونا من نزلة برد؟ يعني حضرتك ممكن تكون مثلًا فهمني كده يعني إن أنا مش فاهم هو إيه الفارق؟ ما هو لو كولر عنده كورونا طب ما النادي هيعلن ان عنده كورونا يعني محمد صلاح ما جاله يعني؟ كورونا اعلن ان محمد صلاح هيحصل ايه يعني مش فاهم بالعكس ده الكورونا يقعد يوم ولا يومين خلاص وبقت الدنيا بتبقى كويسه في ثالث يوم بتبقى كويسه البرد ممكن يقعدك اربع خمس ايام طبعا صح ولا مش صح والتغيير المناخ وكل حاجه واللي احنا فيه ده كله بيعرض اي حد من الجهاز او من اللعيبه او كمان من الاختلاط كمان ما تنساش ان ده جروب واحد يعني صحيح صحيح 40 50 فرد يعني صح فانا هقول لك على حاجه ما فيش فريق بيتوفق الا اذا كان كله بيحب بعض. نعم. عارف لو انا من جوه الفرقه بتمنى لهم عدم الفوز عشان انا ما بلعبش مش هنكسب. دي احنا حافظينها عن ظهر قلب. عارفين الكلام ده. ان الوحده الواحده والاوضه الواحده والكيان الواحد وده موجود في النادي الاهلي. عشان كده بيقول لك اوضه اللبس. اوضه اللبس. اوضه اللبس من اولها لاصغرها من العامل للاعب للفني لكل الدكتور صحيح. لكل حاجه. حتى التناول جوه اوضه اللبس اثناء ان مفيش تمرين العلاقه بين اللعيبه وبين جوه اللبس مفيش حد مكشر في وش حد ولا حد أيوة. بيقول يعني كله جاي على استعداد العب 20 دقيقه على استعداد العب 40 دقيقه على استعداد العب من اول مباراه دي مسؤوليه حتى ده انا الفرق الكبيره دي لما بتبتدي انت تبقى مسؤوليه كبيره جدا صحيح اللعيب الكبير اللي لعب بره ده تبقى عنده ارتياحيه هايله انه بيتفرج وينزل يلعب الشويتين بتوعه
في الشكل يا اما كسبان يا اما بيعزز فوز يا اما بيطلب منه انه يغير نتيجه او حاجه زي كده. ففي المؤسسات الكبيره والفرق الكبيره دي كل لاعب ليه دور. مظبوط. اعتقد ان لعيبتنا الحمد لله من خلال الفتره الكبيره اللي مقضيينها في البطولات اللي خدوها وفي العلاقات وكل حاجه، دي لعيبه بتقعد مع بعض اكتر ما بيخشوا بيوتهم يعني. صح. فعارفين بعض كويس قوي، بيتمنوا لبعض الخير كلهم، وعارفين ان بيبقى في استثناءات صغيره بتحصل. فلان مش موجود النهارده انا ببقى موجود، بكره في اصابات، بعده في ايقافات، بعد بعده لعيبة فاهمه كده كويس قوي. هل نقدر نقول دلوقتي يا كابتن انه كان عندنا مجلس اداره او اداره كره وفي ظهرها مجلس اداره عندهم رؤيه ان هم شايفين انه خلاص كانوا ثلاث صفقات تبقى موجوده، وبالتالي الكيف وليس الكم، ولا لسه نصبر شويه كمان؟ هي مع الاعتراف ان هناك بعض النواقص، انا اسف انا هكلمك، هنقدر نكملها في يناير زي ما الراجل مستر كولر قال. تعال نتكلم بلغه الناس، اتفضل، او الجمهور اللي بيتفرج علينا. يا ريت. كان السنه اللي فاتت بيقول لك ايه، لا الاهلي محتاج خمس صفقات سوبر. صحيح. وانا قعدت معاك هنا قلت لك انا محتاج ثلاث صفقات منهم سنتر فيروت سوبر. صحيح. كلنا بينا حاسين ان العطاء اللي كان موجود قبل كده في نواقص، في شواهد بتقول عدم توفيق في لعيبه كتير او معينه. صحيح. موجوده ما بتديش السمعه الكبيره اللي عندهم ما يوازي يعني. لكن في خبر يعني خبراء او في ناس بتتفرج ما لهمش مصلحه كتير قوي بس ليهم حب في التيم نفسه او في البتاع، يقول لك طب ما هم دول اللعيبه اللي انتوا بتتكلموا عليهم اللي جابوا خمس ست بطولات في سنه ونص. صحيح. في سنه و18 و18 هم نفس اللعيبه دي اللي بيلعبوا منتخب مصر كلهم تلتينهم. هم نفس اللعيبه دي اللي طلع اتنحروا. صح. الثلاث سنين اللي فاتوا. صحيح. فمن حقهم ان هم يكونوا تعبوا، يكونوا اصابات، اللي عنده شد واللي عنده غضروف واللي عنده كذا ولا يعني. حتى لما بتيجي تدي انا عايز النصيحه، لما تيجي تدي النصيحه فيجي يقول لك ايه، لا 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 فلان ده لما جه المدرب الجديد، لا 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 ده قال محمد هاني انت مش في انت لازم تبقى اكتر من كده. اقول محمد هاني ايه والراجل اكرم توفيق مموت نفسه وعامل لي حاله ثبات في المكان، خدت بالك؟ ما حدش بيعدي ولا حد بيعمل، وهو عامل جيد جدا ومغذي جدا في الملعب وبيعمل كل حاجه. ادي النهارده اتفرجت على محمد هاني فين؟ في مكان جديد لعبه قبل كده على فكره. صحيح. سنتر هاف ده زيه زي محمد عبد المنعم ومتولي. الكومبينيشن دي كنت تراهن عليها؟ لا استحاله، محدش كان بيفكر فيها. صحيح. فبقت المباريات هي السبب الرئيسي انك انت بتتفرج وتطلع بالنتائج او بريزلت. صحيح. الراجل لما جه مستر كولر قال ايه؟ الناس قالت ايه؟ نفس اللي اتقال على فايلر. يعني فاكر فايلر؟ صحيح. بكره هيدينا ايه؟ بعده في ايه؟ نفس البتاع والمدرسه السويسريه، والراجل ده اصله بقى له كام سنه، سنه ونص ما دربش وركبته ومش قادر يجري وما زال وهتسمع. حصل وحصل وحصل وحصل، واللعيبه دي كمان بتقابل. صحيح. بتقابل انا بلعب في الملعب وحاسس ان مفيش حد جنبي، التحكيم مش عارف هيديني ولا مش هيديني، غير لما بلعب وانا عارف ان انا هاخد 100% هاخد حق 24 قراط. العب بقى لعبي، العب ما فيش جون هيجي في اي وقت. صحيح. هيجي بينالتي، هيجي مش عارف ايه، انا على كل عليا ان انا امضي ال 90 دقيقه دول بالوصول لمنطقه الجزاء الخصم وخلاص. برضه ربنا كبير يعني، مش هقول لك اكتر من صحيح ان بيبث فيك الروح العاليه جدا انك بتملى الملعب كله بتخض الناس بقى. انا في خضه دلوقتي بعد ماتش الزمالك ده. انت فاكر ماتش اسوان؟ فين الاهلي ماتش اسوان؟ بالكاد كسبنا 1-0. صح. ضربه جزاء بالكاد يعني كسبنا 1-0، ما عرفناش نعزز. النهارده نازلين تك تك تك، حتى لعيبه داخليه عندها تعليمات من المدير الفني بتاعها. هو الاهلي ولكن نستطيع ان نجاري الامور. صحيح. نستطيع ان نكون موجودين في المنطقه الجايه، احنا ما بنلعبش على الدرون. فلعبوا جيم مفتوح. فكانت نتيجه الجيم مفتوح ان هم اتخطفوا في جونين كويس وفاقوا كده، قال لك لا صحيح ده النادي الاهلي. لعيبه بتلعب في الملعب بتلعب باص، زهقتنا ارهقتنا نفسيا. بقى عندهم حتى حماس زياده عن اللزوم ان هم عايزين يعملوا اي شكل. أيوة. بص الاسبرنت عامل ازاي، هي دي بقى يا اسلام بتاعتك كمان، هي لو تشوفها بص. صحيح. نفس الجول ده بتاع شادي حسين، هو
ده سيف الاسماعيلي خد اتزحلق وخد الكره بتاعته بنفس الحيويه وبنفس النشاط ولعب الكره بنفس الشكل عنده الرؤيه ونفس مزبوط. محمد شريف ما اتحرك، شادي حسين اتحرك نفس التحرك وبقى كوبي جول كوبي. ولكن النزعه اللي انا بشوفها الكره الثانيه دي اللي انا بشوفها دي الدوسه الثانيه مع الباصه مع التنفيذ خلاص مظبوط بقت جمله بتتكرر في كل هتلاقيها في كل ماتش. ليه؟ لان الراجل كريم فؤاد عارف هو بيعمل ايه في المنطقه دي وعارف هو بيجري سبرنت ليه واللعبه بيثق فيه ويلعبها له يا اسلام. صح يعني النهارده قفشه اول ما بص على كريم راح مسقط له كره في وسط 2-3 بيسقط له كره وعارف ان كريم يستطيع ان هو يكون خطر في الموضوع ده. ف حمدي فتحي وجه تاني خالص، ربنا يبعد عنه الاصابات. ليه يا كابتن؟ لا ده وحش ما شاء الله. اهدى يعني، خد اجازه قعد خدت بالك وخد راحه والاصابات اللي انا بقول لك عليها بعدت فبقى حاجه تانية خالص. انت عارف هو بيلعب فين ولا عارفين نمسكه في حته؟ اذا كان في ماتش الزمالك، ماتش الزمالك لاعب الزمالك على ال 18 بيشوط يا اسلام وده بيحط وشه وجسمه في وش الكوره. صح في وش الكوره بيحط جسمه اكنه على خط النار. مظبوط عامل حساب للجماهيريه اللي موجوده بتاعت النادي الاهلي. أيوة. وعامل حساب ابو زين بقى لسه مخلف جايب زين. الف مبروك طبعا للنجم الكبير، ربنا يحفظها له الف مبروك يا رب. ف يعني في انسيابيه واداء في ثقه في وسط اللاعبين كلهم مع بعض واثقين كلهم في بعض. حتى لو كان في سهر، حتى الجون اللي دخل فينا ده يعني المفروض ما يخشش كويس. يعني لو على الحسابات كده يلا ربنا ساعات يجيب لك جول فيك عشان ترجع للماتش تاني ما تنامش. صحيح. بعد الهدفين. صحيح يعني بعد الهدفين برضو ريحت انت شويه فرجعت واحرزت الهدف الثالث والهدف الرابع والهدف الخامس اللي عليه يعني نفسي برضو يجيبوا لي الهدف الخامس ده لان الهدف الخامس ده عليه كلام كتير قوي اذا كان تسلل او غير تسلل يعني لانه هدف حلو كمان يعني مش ده. فاكر بقى بما انك كنت بتتكلم اهو نفس ده جون الاسماعيلي. شوف بقى الحيويه والنشاط خدت بالك والتركيز والتحرك هو مع اختلاف الزاويه اللي اتحطت ومع اختلاف راس حربه. مع اختلاف راس حربه نفس التحرك بنفس الكره اللي على اليمين بنفس الشوطه، شوطه دخلت في زاويه ضيقه والشوطه الثانيه كانت مفتوحه بالنسبه لشادي حسين اكتر يعني. مظبوط فهو ده بس ده بنقارنه ما بين ده ومباراه الاسماعيلي. وهات بقى سمير المباراه دي تاني من اولها بقى عندك كوبي في كل حاجه بقى عندك يعني بقى عندك حاجه هنا وحاجه هنا وبالتالي شكل عام تقدر تشتغل عليه. لاعب قاعد بره محدش يقول لي انت بتاع لانه ده موجود والناس كلها بتشوف هذا الكلام يعني. اتفضل. لاعب قاعد بره ولاعب قاعد جوه. مظبوط اتنقلت الحكايه اللي قاعد جوه اللي بقى العكس بقى جوه. صحيح ولكن العامل الاساسي في الحكايه كلها كريم فؤاد. صح فكريم فؤاد نشيد به الحقيقه ونتمنى له الاستمرار زي محمد طاهر النهارده. انا طاهر طاهر انا استحاله طاهر انا العبه ناحيه اليمين وقلت الكلام ده يوم ماتش الزمالك واحلى جون جه من ناحيه الشمال من طاهر محمد طاهر. طريقته عدلته اسلوبه ولعبه وكل حاجه عدلته شمال. صحيح بيروح على الجول سان داونز دخل لجوه وراح عامل واحده بليسنج في الزاويه البعيده جول. لو تفتكر عدلته على الناحيه دي. ده انا ممكن العبه سنتر فيرد ولعبه تحت السنتر فيرد واحنا بنتكلم برضو كده عشان ما يبقاش كله فنيات لان كان برضو النهارده الحقيقه لفت نظري يا كابتن شريف واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه فيديو للنائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق وامين صندوق النادي الاهلي الاستاذ خالد مرتجي وعضو مجلس اداره النادي الاهلي دكتور محمد شوقي. هذا الثلاثي كان متواجد في الامارات ورجعوا اول زيهم زي الفرقه يعني رجعوا اول امبارح ولا اول امبارح ريحوا يوم ولا اثنين وبعدين برضو جم يبقوا متواجدين في ظهر النادي الاهلي وفي ظهر لعيبه النادي الاهلي وفي ظهر جمهور النادي الاهلي. ما هم المركز اللي هم فيه ده مسؤوليه كبيره جدا. مظبوط امام جماهير النادي الاهلي كلها. نعم واعضاء الجماهير العموميه كلها. صحيح والنجاح لما بيحصل بيحصل للدنيا كلها يعني بيحصل لجميع المجلس وبيحمل لكل المنظومه اللي موجوده. لا والناس دي بتحب النادي الاهلي بجد يعني انت لو تشوفهم على حبا في النادي الاهلي وليس لشيء اخر. لو تشوف الابتسامه بعد كل مباراه بنكسبها تقعد. انا بقابل مثلا العمري فاروق وانا داخل انا دايما احب اقول له سياده الوزير يعني اقول له مبروك يعني تلاقي ابتسامه مش مفتقدينها يعني الابتسامه هو وطارق قنديل وخالد مرتجي كلهم محمد شوقي ابتسامه واحده. مظبوط تحس ابتسامه الاهلي
صحيح والله يا بكلمك جد ما شفتش واحد يعني اوفر قوي ولا واحد يعني هم سعداء بالشكل اللي اتعمل كلنا مع بعض حتى ما بيقابلوك حتى صحيح طبعا طبعا النظره نظره واحده مزبوط. اسلام يعني فاهمين احنا عايزين نقول ايه مبروك احنا كنا مزبوط. كويسين وتحمل مسؤوليه بقى وضغط عصبي عليهم جامد جدا صحيح فانا خلي بالك بحييهم على على دبي والمشوار بتاع دبي والكاس اللي رجعوا بيه بالزبط. ده ابلغ رد من عند ربنا للمجهود الكبير والتركيز اللي هم فيه يعني. صحيح ولكن برضو طبعا ده لان كابتن خطيب برضو مش موجود ولكن هو متابع لكل الامور صبح وظهر وبالليل فمسؤوليه كبيره برضو موجود. على هؤلاء موجود على طول الاعضاء يعني نعم كابتن خطيب موجود بنقول له كل سنه وانت طيب كمان طبعا الناس بتعيد ميلاده يعني فكابتن خطيب يعني في كل حاجه وقدامهم كمان هم في المكتب التنفيذي في البتاع كل حاجه في النادي دايره بكابتن خطيب موجود صحيح ربنا يديله الصحه اذا كان عنده حاجات كشوفات عنده اطمئنان عنده حاجات زي كده اكيد خلال الايام اعتقد كان موجود في دبي كمان يعني أعتقد. اكيد خلال الايام القادمه سيتم زي ما قلت لحضراتكم دائما من خلال الموقع الرسمي ومن خلال قناه النادي الاهلي صدقوني احنا يعني كل الكلام اللي بنقوله بنقوله بمنتهى الصدق وبمنتهى الاريحيه بعيدا عن اي شيء اخر احنا ما بنزوقش حاجه ما بنزوقش لما بيبقى في حاجه حضراتكم خدوها من الموقع الرسمي او من قناه النادي الاهلي صدقوني لانه الباقي طبعا بيجتهد واجتهادهم يعني حاجه محموده جدا وحاجه رائعه جدا ولكن صدقوني الصح احنا بنقوله امبارح حتى لما اتقال ان كولر عنده كورونا الناس كانت حريصه هو كان حريص لما سمع هذا الكلام ان هو يكون متواجد النهارده لانه الكلام مش صحيح وانا قلت لحضراتكم ده الكلام ده امبارح فبالتالي خليكم دايما مع الموقع الرسمي ومع قناه النادي الاهلي الثقه دايما الموجوده بيننا جميعا هي مسؤوليه عائله الاهلي كل منا في موقعه صحيح حضرتك عندك برنامج هنا صحيح بيدي الحقائق كلها للناس الناس ساعات بتدور طبعا عايز اعرف اي حاجه عن النادي الاهلي هعمل ايه هقعد اتفرج عليك صحيح في جيلك على تليفوناتك وعلى اسئله كتير قوي من الناس جدا انت تقدر على قد ما اقدر بحاول تقدر بتقدر تترجمها في دايما حاجات يعني غير مسموح الكلام فيها الا بعد نهايه الصفقه مثلا فما نقدرش نتكلم عن صفقه شريف عبد المنعم لان لغايه لما تخلص خالص ويتم الاعلان عنها رسميا على الرغم من ان احنا بنبقى عارفين كل التفاصيل لكن ما ينفعش نطلع نتكلم فيها لانها غير لم يتم الاعلان عنها رسميا مثلا يعني بص يا كابتن اسلام احنا السنتين اللي فاتوا احنا اللي اتنازلنا عن البطولتين دول احنا اللي خسرنا البطولتين نعم. احنا بايدينا ياخدهم اي حد مش حد بعينه يعني صحيح انت اللي كان عندك اجهاد غير عادي ما خلاكش تقدر تخلص الموسم زي ما انت عايز مع ان كان عندك كم من النقاط وفارق من النقاط بعيد قوي بس انت ما قدرتش والحقيقه غصب عن اي فرقه في العالم اديك شايف ليفربول دلوقتي بتلعب ماتش او ماتش لا لما خرج منها بس لعيب او تعب منها لعيب او حصل اي حاجه مش مثلا هنقول فريق كله كامل بقاله ثلاث سنين بيأدي اداء زي ده ف طبيعي جدا ان احنا بنمر بيه دلوقتي وتشوف اهتمام الناس كلها وايديهم في ايد بعض ده النادي الاهلي الحقيقه اللي احنا اتعودنا عليه وزي ما بقول لك كل منا في موقعه صحيح لما انت بتمشي في الشارع وحد يسالك اي سؤال بتقدر ترد في الحدود اللي انت بتتكلم عنها بس بترد الرد السليم احنا من عمرنا ما تعودنا ان احنا نخش في ماتش مع ناس تانية في السوشيال ميديا مظبوط مش هينفع صحيح مش هينفع انت هتتجوز معايا وانا هرد عليك ما تعودناش على كده وما نعرفش ده السؤال اللي جاي لي برضو كتير خلال من امبارح او من بعد مباراه الزمالك حتى النهارده بعد المباراه جاي لي من بعض من الجماهير النادي الاهلي بيقولوا لي هو كولر مغامر ولا رجل بيحسب حساباته بالنسبه للنتيجه راجل بيحسب حساباته ست ماتشات ستة فوز كويس دخل فيه هدف واحد احنا جايبين قد ايه 12 هدف على ما اعتقد حاجه زي كده ف كده بيحسب حساباته مغامر النهارده كان بعد مباراه النهارده لو النتيجه اتغيرت كنت اقول لك لا ده مغامر اوكي يعني ده بالشكل اللعيبه اللي لعبت النهارده دي بس ده غصب عنه فقمه من الذكاء اللي هو كان فيه ده وبيحسب حساباته كويس جدا صحيح وبيثق في اسم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي حتى مدير فني بيثق فيهم ما عندوش مشاكل خالص يعني بيلعب عنده أربعة خمسة كويسين في الملعب يشيلوا الدنيا كلها هو محسسني كده ما عندوش مشاكل
لعيب بيغلط او لعيب اي حاجه طبيعي، ما انت لازم تغلط، انت لازم تضيع. صحيح. انما كويس قوي انك انت توصل وتضيع. توصل وتضيع دي ماشي، انما توصل وتجيب اربع خمس اهداف وتضيع له ثلاث اربع كمان اهداف، ده دي فرقه عالميه كده بتلعب. صحيح. وهو لسه بيتحسس مع نفسه ومع الدنيا كلها، الفريق الجديد اللي هو مسكه، المؤشرات والنتائج وكل حاجه الحمد لله في صفه ومؤيده السيستم بتاعه كلها، ده بيشيل عن ظهر الدنيا كلها وعن ظهر المساعدين بتوعه وعن ظهر الجهاز المصري كمان اللي بيشتغل معاه. يعني انا النهارده لما يجيني جهاز فني انا مش حاسس بنفسي يا اسلام الباورفول بتاع مانو جوزيه، بتاع هيديكوتي، بتاع فايسا، يعني فاهم؟ انا كمان كجهاز فني انا مصري ببقى مش عارف اعمل ايه، اتصرف ازاي. ما تقوليش ان التحرك اللي هو بيتحركه ده مستر كولر مديله الحريه في الشكل. هو بيلعبوا ليه هنا؟ صحيح. عشان الحكايه دي هو اختاروا ليه في المكان ده؟ وجابوا منين يا اسلام؟ بعد تغييرتين بنفس الشكل، غير نتيجتين، مره نزل جاب الجول بتاع شادي حسين ده، ومره جاب جول بتاع نادي الزمالك. صحيح. في النهائي السوبر. خلاص بقى اساسي النهارده بيلعب وبيجيب نفس الجول وبيجيب جولين او ثلاث اجوان، انا بعتبره جاب ثلاث اجوان، واداء عالمي، اداء هايل لنفسه وللفرقه، وفي نفس الوقت ما تحسش انه عمل حاجه. لا راح بعيد ولا عمل، الهدوء اللو بروفايل الجميل، حاسس بتشيرت النادي الاهلي، بشخصيه النادي الاهلي، فرحان لفرحه الناس كلها، بيقرب شويه شويه من النجوميه. دي كمان بتبقى لما لعيب زي كده يحافظ على نفسه. طبعا. انت عارف بيبقى له اسم. طبعا. والاسم ده ليه مكانه، والاسم ده حساب كبير قوي. صحيح. مع الجمهور، ادام اديتني النهارده يبقى لازم تديني بكره وتديني بعده وتديني عشان انت تبقى في قلبي واتغنى بيك. فهي دي لعبه كره القدم، وخاصه اللي بيلعب في نادي الاهلي. صح. ده الريسيفنج بقى اللي هياخده هو. النجوميه. اتفرج. الراجل عنده ثقه بيعمل اي حاجه هو عايز يعملها. بص اللمه دي لمت لندوفسكي، يعني مش مش كريم فؤاد. ومين اللي جاب حمدي هنا في حمدي فتحي في الحته دي؟ يعني ده كلها عمليه ما نسميها ايه؟ نحرره. احنا لازم ندي للجماهير القعده دي كلها كل حاجه، كل حاجه. ابقى بقى بلعب ليفت، ابقى بلعب رايت، ابقى بلعب هاف، مش فارق كتير. ده كل ده وفي غياب مين بقى؟ انا بسميه الامبراطور بتاع نص الملعب، ديانج كمان. يعني دايما لما ديانج والسوليه وعلي والشحات وطاهر، يعني لا سوليه عمل كمان مباراه يوم ماتش الزمالك هايله، يعني انا كنت مبسوط له انه بيرجع بالاداء ده في الوقت ده. وانا كنت متاكد لما قعدنا، كان عندنا يوم ماتش اسوان هنا عندنا استوديو، فقلت لهم بص، كان ايمن شو معايا، بقول له ايمن ما تخافش هنكسب ماتش الزمالك 2 او 2-1 ده اوف اير، واحنا في على الهوا في وسط الهوا كده ماشي بيني وبينه كده بعد ماتش اسوان. قال لي ده احنا وحشين قوي والكلام ده. قلت له بص، ما فيش مره كنا رايحين لعب الزمالك الا لما كنا بنلعب وحش، بس كنا بنعمل مباراه كبيره جدا في نفس الوقت. اوكي. واتحقق العكس النهارده، اتحقق برضه. ما فيش مره خدنا بطوله ورجعنا كسبنا بقى. صحيح. بعدها النهارده كسبنا مكسب كبير وبره ارضنا يعني، ومباراه حلوه. مباراه حلوه طبعا. طيب. من الفرقتين الحقيقه، من الفرقتين. الاهلي النهارده بالعلامه الكامله توقف شهر، من وجهه نظرك هل ده سيؤثر ايجابا ام سلبا؟ وكولر ممكن يعمل ايه في هذا التوقف في ظل الحمد لله والشكر لله ارتفاع مستوى معظم اللاعبين؟ والله عنده حولك على حاجه، عنده لاعب زي ديانج، عنده لعيبه ثانيه متعوره، عنده محتاج انك تاخد لك اسبوعين حلوين يعني، وبعد كده بنعتبرها فتره راحه كمان ليه هو كمدير فني، يدرس فيها اكتر، يشوف فيها اكتر. وخلال الفتره دي كلها هيكون ليه تعامل طبعا، هيكون ليه شكل. واحد زي اكرم توفيق النهارده بيلعب بقوه جامده جدا، يعني اكرم، انا عايز اقول لاكرم بالراحه، اكرم شويه على نفسك، احنا عايزينك موجود، يعني بلاش العصبيه في الاداء الزياده عن اللزوم دي. انت عندك من السرعه وعندك من الثبات وعندك من الثقه انك انت تادي باهدى شويه. خوف، احنا خايفين عليك. صح. انت خارج من اصابه كبيره جدا، فحاول شويه تهدي نفسك وتخلص من الكوره بسرعه عشان تاخد سرعتك وتقدر تكمل وتعمل شكل هجومي زي ما كنت بتعمل، وتلعب الكوره بتاعتك من دون انك انت تتعور يعني. صحيح. اعتقد ان الدنيا كلها حاسه بيك، يعني انك انت روحك فوق اللعيب او فوق النشاط اللي هو المفروض يبقى موجود مع ال11 لعيبه الباقيين.
فكل اللعيبه بنفس الشكل، حمدي فتحي بيلعب زيك بالظبط، اللعيبه كلها بتعوض بعض بنفس الشكل، بقى عندهم التيشيرت فوق الدنيا كلها. انا حاسس كده في الملعب الحقيقه، حتى الديفندر بتاعي قليل جدا الغلط، قليل جدا الميس باص. صحيح، ودم بينتهي انك انت الميس باص بتاعك قليل، اكيد هتبقى هايل مع وجود قفشه طبعا في مراحل نقل الكوره والحاجات دي يعني. طيب الاهلي بعد العوده او بعد شهر من الاجازه هيرجع يلعب طلائع الجيش اللي الجهاز الفني بتاعه تغير، وبالمناسبه كابتن علاء عبد العال قدم اعتذاره او يعني تمت اقالته يعني بغض النظر، لكن الجهاز اتغير وغالبا 90% هيكون كابتن محمد يوسف المدير الفني لنادي طلائع الجيش خلال الفتره القادمه، المدير الفني السابق للنادي الاهلي والفائز ببطوله افريقيا دوري ابطال افريقيا. كيف يمكن ان يضع هذا الامر؟ هل سيضع ضغطا على النادي الاهلي؟ انت هترجع وتلعب فريق كبير، على فكره طلائع عنده فريق كويس جدا. طلائع فريق كويس جدا، الداخليه اللي لعبناها النهارده دي فرقه عندها طموح وكويسه شباب جدا. معظمهم شباب. كان رضا بيتكلم معايا معظمهم شباب. الحقيقه عندنا لعبنا نادي الزمالك وكسبناه بروح عاليه جدا. صحيح، واداء هايل جدا، فاعتقد ان الحكايه خلاص عرفنا الطريق. لعيبه النادي الاهلي عرفت الطريق وعرفت اسلوب الفوز بيجي ازاي. مفيش بالعرق والجهد في الملعب، انت الاهلي، انتوا اللعيبه اللي تقدروا تصنعوا البطوله السنه دي اذا كان على مستوى المحلي او الافريقي او اي حته انتوا تلعبوا فيها يعني. فهو خلاص اللعيبه ادتنا المسج. صحيح، احنا عرفنا عشان نكسب لازم يحصل ايه، لازم التركيز الجامد جدا، الاهتمام الجيد جدا، العيشه بره الملعب قبل دخول في التمرينات والحاجه تبقى بانتظام، نوم كويس، اكنك بتعمل معسكر لنفسك السنه دي. صحيح، يعني عندك 7-8 اشهر هتأدي فيها اداء، تاخد فيه الاكسجين اللي هو بطولتك المعتاده او الاساسيه. ايوه، وتكون مكمل بنفس الروح في بطوله افريقيا، فمن حقك انك تعمل مجد لنفسك ولناديك، وانت تقدر قادر على كده يعني. طبعا فيش اكتر من روح اللي بيلعبوا بيها يا اسلام، انا اضمن لك ان الدنيا هتبقى سهله باذن الله ان شاء الله. حسب المستوى اللي حضرتك شايفه للدوري العام المصري بعد التوقف ده، اعتقد ان في فرق هتستفيد وفرق هتتاثر سلبا. وبعد التجربه الصغيره اللي في الدوري العام دي في ناس كتير هتستفيد، في ناس كان حظها وحش يعني. وقعت في مباريات في الاول صعب عليهم. أوكي. بيلعبوا مع فرق كبيره، في ناس كان حظها كويس زي انبي النهارده، يتغلبوا 2 الماتش اللي فات وتعادلوا النهارده مع فرقه زي نادي الزمالك. فكل واحد هيقدر يرمم الحتت اللي عنده، كل واحد هياخد فرصه يعني زي اللي خدوها قبل بدايه الدوري. بس هل هو الكره هتطلع هترجع امتى؟ 22 نوفمبر ولا هترجع امتى؟ نعم، هترجع الشهر ده 22 نوفمبر ولا مش في مباراه؟ في مباراه بس بعد نهايه بعد تقريبا 3 اسابيع من دلوقتي. تقريبا تلات في الجزء الاخير من شهر نوفمبر. يعني هياخدوا اسبوع مثلا او 5 ايام ولا حاجه وهيرجعوا برضه. 4 ل6 ايام. يبقى اون اند اوف كده في الكام يوم اللي فاتوا اللي جايين دول، دي هتريح لعيبه محتاجينهم. لعيبه محتاجه. لعيبه محتاجه دايما راحه. اللاعب المصري ما يقدرش كل 3 ايام ماتش. ما يقدرش يلعب على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد المصري، خاصه الفرق الكبيره. الفرق الثانيه العاديه اللي هي ما عندهاش اي اشتراكات في افريقيا، ده عادي بالنسبه لها. ده بالظبط، ما عندهمش ضغط ان هم ياخدوا بطوله، وعايزين يبقوا موجودين في. صحيح، في ال 14 فرقه اللي هم مش هينزلوا، اللي مش هينزلوا ف 15. انما بالنسبه للاربع فرق الكبار اللي كمان هم بيحافظوا على مكانتهم ويحافظوا على اسمهم وجماهيريتهم، هم دول بيبقى عندهم ضغط، فاعتقد ان الفتره دي هتبقى مريحه جدا بالنسبه لهم. واعتقد في كاس العالم كمان هتبقى الحكايه مش مستمره بنفس الشكل اللي هو فيه ضغط وكده. مين اللاعب يا كابتن اللي في وجهه نظرك من متابعتك للدوري العام كله شايفه يمكن ان ينضم للمنتخب المصري في ظل مباراه مهمه وصعبه بتلعب تاني التصنيف العالمي بلجيكا، منتخب بلجيكا يعني؟ من خلال مصر كلها يعني؟ لو يعني لو فاكر حد او من الاهلي زي ما حضرتك عايز. انا الاهلي دلوقتي عندي حمدي فتحي طبعا، لعيب الحقيقه مواصفاته بقت متولي، اعتقد ممكن يبقى ليه دور. انا متولي بخاف يعني الضغط العصبي عليه والزياده، لازم يتوجد في مجموعه جامده جدا. أوكي. فلو زي ما انت قلت منتخبات وكلام هايل، يبقى موجود بيدي كوره وعنده احساس بالملعب كويس جدا. محمد عبد المنعم يعني ربنا يشفيه. الشناوي طبعا كعادته يعني.
اعتقد زيزو في الزمالك مثلا مثلا اه كويس. بالنسبه للزمالك زيزو بيؤدي مباريات جيده. مين؟ امام عاشور. امام برضو بيؤدي مباريات بس بقاله مثلا ماتشين ما بيلعبش. هل مش مركز في الكوره بقى، مركز في حاجات تانية اوكي. ده هيأثر طبعا. في الانديه كلها دلوقتي لعيبه احنا بنتفرج عليها. قصه المنتخبات انا شايف ان اي مدير فني اصلا بيجي بيعتمد على اللعيبه المحترفه، المحترفين واللي بيلعبوا في افريقيا غالبا يعني تلاقي قليلين جدا حد، كلهم المحترفين هم اللي بيجوا الاساس. اوكي. وبتركب الدنيا هنا عليهم. عليهم شوف ايه الاحتياجات بتاعتك بقى، الناس اللي بتقعد بره، السته اللي بيقعدوا بره، حاجه زي كده. ايوه. فاللي ظاهر قوي زيزو زي ما انت بتقول، حمدي عندنا، فتحي. انا بقى بحب جدا قفشه النهارده. كريم فؤاد بيفرض نفسه على الساحه اذا كان المحليه والدوليه الحقيقه، وهو الراجل مختاره قبل كده. صحيح. يعني موجود قبل كده فممكن يبقى متواجد. اكرم توفيق موجود ما شاء الله، عامل شكل كويس قوي. شكله كويس. وبقيه الفرقه كويسه، كلهم كويسين. كلكم يعني الحقيقه. بعد ماتش الزمالك ده انا بيسالوني، قلت لهم الفرقه كلها. اوكي. اللي قاعدين بره باللي نزلوا بالجهاز كله يستحقوا التواجد مع المنتخب. ده شكل المؤسسه الكبيره يعني. اوكي. فبترجع بقى للمدير الفني اللي هو بتاع منتخب مصر، بس هو بيعتمد اعتماد كامل على المحترفين. اوكي. اللي كان تريزيجيه بقى ولا كان صلاح. هتبقى مباراه حلوه يعني من وجهه نظري. طبعا مباراه مصر وبلجيكا دي الثانيه على ما اعتقد. دي ثالثه. ثالثه لينا. في تقريبا مباراه هتتلعب قبلها لسه بيحددوها، يعني هيقولوا ولا لا يعني. يا رب بلجيكا فرقه قويه جدا. ثاني التصنيف عالمي. بروين وفرقته دي فرقه. ما انا بقولها ربنا. بيلعبوا كوره بتركيز فعلي لهجوم مثمر يعني مع اي فرقه في العالم. هم عندهم هدف. واحنا عايزين نتعلم في مصر ان احنا بنلعب مباراه عندنا هدف. عندنا هدف نعمل ايه؟ عندنا هدف نطلع بنتيجه. صحيح. يعني بنلعب عشان نكسب. ما احنا لو هنلعب قدام تشريف يعني جاي نشرف نفسنا وده لعبنا قدام بلجيكا واتوهمنا وبنتفرج على اللعيبه وهي بتلعب، مش هنلعب. صحيح. انما انا لما بلعب وعندي هدف ان انا اروح اجيب جول هجيب جول والعب، هتغلب 2-1 هكسب 1-0 هتعادل 1-1، هو ده يبقى المفهوم. المفهوم ان انا نازل العب النهارده. ياما لعبنا قدام مظبوط ابطال اوروبا ونزلنا هنا عند بنلعب لعبنا بنركز ناسيين ان هم ابطال اوروبا. مظبوط. وجبنا جوال وكسبنا. يعني عموما اتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على تواجدك معانا، دايما بنسعد بوجودك معانا. ده انا اللي بشكرك وبتشكر ان انت اديتني مساحه كبيره ان انا بارك لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي النهارده. يستحقوا التحيه الحقيقه. النهارده يستاهلوا كل خير من دبي الامارات لغايه السويس النهارده. لغايه النهارده. فرحلات وسفر وعناء وكل حاجه، فبشكركم ومبروك وعقبال اللي جاي. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ايمن جيلبرتو، احمد ثابت، كريم سعيد في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. هبدا من احمد ثابت. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. تمام؟ هتكلم. هتكلم. ازيك يا كريم؟ ازيك يا استاذ؟ اخبارك ايه؟ انا هتكلم معاك. هتكلم معاك. وانا هتكلم معاك ايمن عادي. انا جاي. احنا يمين وشمال. احمد لا. نلعب اوفرات لبعض. نلعب احنا ايه؟ احنا الثلاثه واحمد قاعد. متفرج. هو دايما مستر اسيست. مستر اسيست. انا مستر اسيست. طب الاثنين اللي جاي من 7 لـ9 ان شاء الله. عشان نشوف مستر اسيست. هتقول نتيجه على الهواء؟ هتقول نتيجه على الهواء؟ فعلا يا اه والله طلعوا على المسرح. والله هو عايز يطلع على المسرح. طلعوا على المسرح. انت عارف ماشي هلاعبه معايا وخلاص يا كريم. طيب خليني ابدا بك يا احمد. و بطولات النادي الاهلي اقل من بطولات نادي الزمالك. يمكن احنا عايزين نصلح بعض الاخطاء اللي اتقالت في الميديا، يعني ان بطولات النادي الاهلي او بعض الحاجات اللي بتتقال ان النادي الاهلي في اخر سنتين ما حققش بطولات او حقق بطولات اقل من نادي الزمالك، وده طبعا مش صح. يمكن لو شفنا من بدايه عام 2020 النادي الاهلي محقق 7 بطولات. لو بنحسب من بدايه عام 2020، اول حاجه النادي الاهلي حقق الدوري المصري 18 سبتمبر 2020 بالارقام بالتواريخ بكل حاجه. اتفضل. كاس مصر 5 ديسمبر 2020، سوبر مصري 29 اكتوبر 2022. نعم. اخذنا 2 دوري ابطال افريقيا، قدامنا الارقام كمان على الشاشه بالتواريخ. اوكي. تمام. دوري ابطال افريقيا 27 نوفمبر 2020 و17 يوليو 2021.
السوبر الافريقي 28 يوليو 2021 و 22 ديسمبر 2021 واثنين برونزيه كاس عالم. فانت لما تبص على عدد بطولات الاهلي 7 بطولات من غير اثنين برونزيه كاس عالم، يعني لو حسبت كمان البرونزيه بطوله 9 بطولات، بس احنا مش هنحسبها، هنخليهم 7 بطولات للنادي الاهلي من بدايه عام 2020. اما نادي الزمالك 5 بطولات منذ عام 2020، الدوري المصري 24 اغسطس 2021، الدوري المصري الثاني 22 اغسطس 2022، ادي قدامنا البطولات بتاعه نادي الزمالك بالتواريخ برضو، كاس مصر 21 يوليو 2022، السوبر الافريقي 14 فبراير 2020، السوبر المصري 20 فبراير 2020. وبالتالي منذ بدايه عام 2020 النادي الاهلي مش محتاج لا هو لا يزيف بطولات ولا محتاج يعمل الكلام ده. النادي الاهلي البطولات اهي بالارقام قدامنا على الشاشه، النادي الاهلي يا كابتن اسلام محقق 144 بطوله في 115 سنه. يعني البطوله الجايه ان شاء الله لينا هتبقى ال 145 عبر التاريخ للنادي الاهلي برضو بالتفصيل في كره القدم، يعني في كره القدم اه 42 دوري، 37 كاس مصر، 16 دوري منطقه القاهره، 7 كاس السلطان، 12 السوبر المصري، 1 كاس الجمهوريه العربيه المتحده، 1 كاس الاتحاد المصري، 10 دوري ابطال افريقيا، 1 كونفدراليه، 8 سوبر افريقي، 4 كاس الكؤوس، 1 كاس الافرو اسيويه، 1 كاس العرب، 1 كاس الكؤوس العربيه، و2 السوبر العربي. لما تجمعهم تلاقي 144 بطوله. فاحنا هنا بنرد على بعض الناس اللي بتقول النادي الاهلي بيزيف او ممكن لا، النادي الاهلي يا جماعه في اخر سنتين مهم جدا ان انت تبقى عارف ان النادي الاهلي في اخر سنتين لو هتقارن بالبطولات ومش عايز تحسب برونزيه كاس العالم للانديه، النادي الاهلي محقق 7 بطولات. ليه انا مش عارف ليه ما احسبش يا كاس العالم للانديه لما اخد ثالث العالم او ثالث بطوله العالم؟ اعتقد ان هي انجاز مش بطوله، مش هنحسبها بطوله، انجاز يعني انجاز، ميداليه بس يعني 7 بطولات و2 انجاز واثنين ميداليه، مش فاهم يعني بجد والله. 7 كاس و2 ميداليه ماشي. فالنادي الاهلي مش محتاج لا هو يزيف ولا محتاج حاجه، بس في بعض الناس بتحاول ان هي تبين للناس ان النادي الاهلي في حاله انهيار. لا، النادي الاهلي مش في حاله انهيار، النادي الاهلي في اخر سنتين محقق بطولات وما شاء الله ماشي بشكل كويس، وبدايه الموسم كمان، وشو اللي شفناه النهارده ده برضو نتيجه للسوبر المصري. يعني النتائج النهارده اللي حصلت النهارده ده تاثير السوبر المصري من وجهه نظري. طيب كريم، قله الصفقات، احنا النهارده بنرد على حاجه كده واحده واحده. نعم. قله الصفقات هو امر سلبي طبعا، دي مقوله يعني انتشرت، واكيد كامل الاحترام، كامل الاحترام لكل من صرح بهذا الامر من وجهه نظره. وجهة نظر. طبعا كل هي في الاخر وجهه نظر، وكل لكن اللي احمد قاله مش وجهه نظر، اللي احمد قاله دي ارقام. ارقام طبعا، واكيد طبعا هي موضوع طبعا متعلق بموضوع الرعايه والبث، لان الناس يعني بكل امانه الناس متضايقه من الفجوه في المبالغ، وده امر يطول شرحه بصراحه وما عندناش وقت. احنا لا، احنا شرحناه بمنتهى البساطه ان في حاجه اسمها جرار، ودايما عربيه الجرار بيبقى دايما هي اغلى حاجه في الجرار، بس كده. فموضوع الصفقات ده موضوع مهم، وانا حابب النهارده نتكلم فيه، ان هو النهارده الموعد المثالي للرد عليه. ليه بقى؟ لان خلال الفتره اللي فاتت شهدت دور التمهيدي لدوري الابطال، فده كان تارجت عند النادي الاهلي ان هو عايز يوصل لدور المجموعات، وبالحمد لله ضن نعمل كده تشيك بالعلامه الخضراء، التارجت تم تنفيذ ده، فولفيلد خلاص. طيب النقطه الثانيه، ان انت عندك مباراه السوبر امام الغريم التقليدي نادي الزمالك، مباراه مهمه جدا جدا جدا، وبتاتي بعد خساره نهائي الكاس وخساره 2 دوري، ده برضو النادي الاهلي حقق التارجت بشكل كويس وكسب البطوله، فنعمل برضو تشيك علامه صح. صحيح. التارجت الثالث انك عندك 3 مباريات في الدوري قبل التوقف، احنا طبعا بنتكلم ان كل الاهداف دي قبل فتره التوقف اللي جايه، فتره التوقف طويله ممكن تمتد لما يقرب من شهر. احنا بنتكلم ماتش الاهلي وطلائع الجيش القادم ان شاء الله يوم 2 ديسمبر، يعني ماتش بعد شهر كامل. يعني فبالتالي النادي الاهلي في ال3 مباريات حقق العلامه الكامله. وبالتالي هنا نبدا نرد على الحته اللي كانت بتتكلم على حته الصفقات قليله والصفقات مش تكفي، وما زلت انا مؤمن على المستوى الشخصي ان النادي الاهلي محتاج بعض التدعيمات. لكن نقطه مهمه واحنا بنناقش، هل امر الصفقات ده امر يعني طارئ في وقته، ولا ممكن يتم تجاوزه لان الفريق فعلا يملك من الاعمده اللي تخليه يحقق كل الاهداف اللي احنا قلنا النادي الاهلي يحققها؟ ندي مثال، احنا عندنا في الوقت الحالي النادي المصري ونادي اسوان. نادي المصري اسوان من اكثر الانديه في الدوري المصري اللي عملوا
صفقات كبيره جدا وتتعدى حتى ال 15 صفقه، يعني كل نادي عمل عدد كبير جدا جدا جدا. الناس اللي تفهم ان فرقه الكوره عشان تبدا تعمل انسجام ما بين لعيبه جديده، ده مش بلاي ستيشن، ده مش موضوع سهل على اي مدير فني، حتى يعني كابتن ربيع ياسين من المدربين كويسين جدا جدا. طبعا في مشاكل حصلت في فريق اسوان وخلته يعني يعجل باستقالته. النادي الاهلي ومارسيل كولر كان له راي مهم جدا لما دخل، وكان في بعض الصفقات تم ابرامها، قال انا في الوقت الحالي اقدر اشتغل المجموعه الحاليه وناجل ليناير. لو حضرتك تفتكر ساعتها على كانت على صفقه مارسينيو، ومارسينيو كان واحد من التارجتس للنادي الاهلي، فحصل بعض الامور اللي ما خلتش الصفقه تتم. ساعتها الناس، في ناس، بعض الناس مش الكل، بعض الناس زعلوا. لا، هو النهارده شيء مهم نشوف اداء النادي الاهلي. اعتقد ماتش الاهلي والداخليه النهارده اي حد بيتفرج عليه سواء كان منتمي للنادي الاهلي او غير منتمي للنادي الاهلي، انت استمتعت بالماتش بكل امانه. ماتش ممتع، ماتش ممتع لاقصى درجه. في ظل غياب، نعم، في ظل غياب، في ظل غياب ست اعمده من النادي الاهلي مثلا، في ست لعيبه مثلا اساسيين، نقطه بالنسبه لي اساسيه. بنتكلم على فريق ممتع لاقصى درجه، بيلعب بسيستم متفق عليه، جمل بتتكرر في المباراه تلو الاخرى بنفس الطريقه بنفس الشكل ايا كان من هو المنافس. وكمان احلى حاجه بقى، بنتكلم في مباراه كانت بتمثل للنادي الاهلي في اخر سنتين ازمه، المباراه اللي زي نوعيه نادي الداخليه، فريق بينزل 5-4-1 زون ديفنس، كنا نجيب جون ونستنى الشوط الثاني وبعد كده نعمل تغيير بتاع 85 من المباراه، يخش جون التعادل ونبدا والدوري يروح، تجري والدوري يروح. صحيح. فالنهارده كلنا استمتعنا مع شويه اخطاء تحكيميه. بالظبط كده، تخلص على الموضوع، شويه اصابات، شويه فلفل. ببساطه بكل هدوء، احنا بنقول ان النادي الاهلي النهارده واضح ان التوليفه المحطوطه ما بين بعض اللاعبين الجداد بالظبط، وكمان المجموعه اللي تم، احلى قرار خدته اداره النادي الاهلي بكل امانه، وهو اراحه الصف الاول من نادي الاهلي. بقول لك ايه، مفيش شكرا يا كابتن اسلام. طبعا شكرا اسلام، شكرا جزيلا. على ايه؟ على اي حاجه. مش عارف ما بيعرفش. كان على طول بيتكلم في موضوع كم وكيف. لا ايوه، ما حدش في مصر كان بيتكلم في الموضوع ده، كانت الناس متخيله ان احنا بنقول كده يعني تطبيلا. صح، انت مش هيجيبوا صفقات يعني، فانت بتقول كده. لكن هي حتى في موضوع الصفقات، حتى في موضوع الصفقات الناس اعتبرت، مش اسلام، بعض الناس اعتبروا ان حتى واحنا بنقول اوكي الصفقات جت قليله وكده، انتوا يا جماعه بتطبلوا الاداره، اصلتوا خطط النادي. احنا في اخر اهم حاجه فعلا نتكلم بالنتائج. صحيح، لان وجهات النظر متعدده، ومن حق اي حد يقول وجهه نظره، لكن وقت ما تشوف النتيجه بعينك اللي يغلط يقول معلش انا اسف، وجهه نظري كانت غلط. صحيح، النهارده وجهه النظر فيما قيل فيما يخص موضوع الصفقات ثبت بالدليل انها وجهات نظر خاطئه. الفريق النهارده ماشي بشكل كويس جدا، التناغم والانسجام ما بين العناصر الجديده اللي بتخش الفريق مع العناصر القديمه اللي كمان بيتم توظيفها توظيف جديد. النهارده بنشوف كريم فؤاد بيتم توظيفه توظيف جديد. الناس لسه ما خدتش بالها ان، خلي بالك، نعم، محمد هاني مساك النهارده بيتم توظيفه في كمساك. وحاجه ثانيه، احنا النهارده واحنا بنحاسب على محمد هاني هنحاسب من يعني من ايه؟ من ورقه بيضاء. صحيح، مالناش دعوه بالقديم، لانه لو لعب في هذا المكان وحقه هو كمان، لان هو النهارده مع مدير فني جديد. صحيح، زي كريم فؤاد. افتكر السنه اللي فاتت كريم فؤاد برده كان بيتعرض لبعض النقد في بعض المباريات اللي شارك فيها. مظبوط، السنه دي الناس كلها فوق. انا قبل ما اخش الهواء يا كابتن اسلام، بعض وسائل الاعلام في مصر قالت ان حاليا كريم فؤاد هو افضل لاعب في الدوري الممتاز في اول 4 اسابيع. اهو كريم فؤاد افضل لاعب في الدوري كله. ماشي، تمام. طيب النهارده محتاجين ان كل اللعيبه تاخد مساحتها وتاخد حريتها في انها تبرز مهاراتها للمدير الفني، ويبقى فيه هدوء. عشان بس قبل ما اسيبك واروح لايمن، اتفضل. هي برضه لو حد هيقول لك، يقول لك يا ابني هو انتوا عملتوا حاجه؟ وايه اللي انت بتقوله ده؟ وكل ده عشان كسبت السوبر، وعشان كسبت الداخليه واسوان اسماعيلي. والاسماعيلي سريعا. لا، اتفضل. انا بتكلم على فتره حقبه النادي الاهلي نافس فيها في 3 بطولات مختلفه. اوكي، نافس في الدور التمهيدي، ما معناته يعني دور 32 لدوري ابطال افريقيا، دي بطوله قاريه. نافس في بطوله من مباراه واحده، يعني هي مباراه واحده. أوكي، وان شوت
انت ومستواك، ماتش ما فيهوش ذهاب واياب، ومباريات دوري ممتاز يتم فيها تجميع النقاط. اوكي، دول الثلاث يعني اوجه للمنافسات اللي احنا بنلعبهم في الموسم كله. فاحنا عملناها فتره بسيطه، دليل بسيط يعني. فنسبه النجاح حتى مش 90%، لا، نسبه النجاح وصلت ل 100%. فلازم نشيد زي بالظبط ما احناش يا كابتن اسلام سهلين في النقد وسهلين في الدبح وسهلين في ان احنا نقول كلام سلبي، ولما نيجي نقول كلام ايجابي بناء على نتائج وارقام نقول لا معلش انتوا بتضخموا الدنيا. لا، احنا دلوقتي بنتكلم على حقبه انتهت. النادي الاهلي هيستمر في الاعداد ويكمل المعسكر بتاعه اللي هو بدأه، ونبدا نتحاسب تاني مره من امتى بقى؟ من يوم 2 ديسمبر بدايه من ماتش الجيش، ونكمل بقى فتره ضغط ان شاء الله من 2 ديسمبر لغايه نهايه الموسم اللي باذن واحد احد. باذن واحد احد احس ان النادي الاهلي السنه دي، ونبقى نفكر بعض كده اخر الموسم، هيبقى خير اعداد ونتائج جيده لبدايه انطلاقه النادي الاهلي مع دوري السوبر الافريقي. تمام. ايمن، اخيرا قبل بس ما نقف على الشاشه، مهم جدا اسالك السؤال ده، لانه سؤال احنا النهارده كل واحد بيوضح حاجه معينه. النهارده هل حضرتك بتعتقد من الناحيه الفنيه ان الشهر الاجازه او الشهر الايقاف النادي الاهلي هيستفيد او هيضر النادي الاهلي سلبا، ولا هيبقى كويس جدا؟ طيب، يعني يمكن هو الطبيعي ان دايما بنقول ان المكسب بيجيب مكسب، فطول ما انت الفرقه ماشيه الافضل ان انت تستمر وتلعب. لكن صحيح، احنا عندنا هنا مشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيها اكتر من مره، ان احنا دايما المباريات عندنا مضغوطه، دايما بيدونا النموذج بتاع ان والله في اوروبا بيلعبوا كل 3 ايام. لا، هم في اوروبا بيلعبوش كل 3 ايام كده من اول مره، لا، هم على الاقل بياخدوا اول شهر، ممكن تلاقي بيلعبوا ماتش كل اسبوع في الدوري لحد ما بيجي في مرحله معينه ماتشات دوري ابطال اوروبا تخش في النص، ماتشات الكاس تخش في النص، ماتشات لو حد عنده سوبر، حد يعني اي بطوله تبتدي تخش وتلعب موضوع كل 3 ايام. فانت هنا في الدوري وفي افريقيا، وزي ما كريم قال كده، انت لعبت في 3 بطولات مختلفه، انت خلصت الاعداد بتاعك دخلت لعبت كل 3 ايام على طول. فانا من وجهه نظري ان فتره التوقف دي ممكن تبقى جايه، ان برضو مارسيل كولر هو هنقدر نقول هو عمل فتره اعداد، بس هي مش فتره اعداد كامله، هي جزء فتره اعداد، لان برضو الفرقه خدت راحه، بس مش الراحه اللي هي الكبيره بتاعت ان نهايه موسم تاخد الفتره بتاعت شهر ونص الراحه، بعد كده تعد شهر ونص تاني. لا، انت خدت راحه اللعيبه على فترات، اللعيبه الاساسيه ريحت شويه، بعد كده في النص لعيبه ريحت، بعد كده جيت لما الموسم انتهى في لعيبه ثانيه خدت الراحه بتاعتها، بعد كده رجعت اتجمعت وفي لعيبه كانت مع المنتخب وهكذا. فهو دلوقتي حتى اعتقد في المؤتمر الصحفي يمكن واحنا في الطريق البعض كان بيتكلم ان كولر نفسه قال ان دي فرصه بالنسبه له ان هو يبتدي يقعد يراجع الفريق بتاعه تاني، يشوف ايه لو في سلبيات في الفتره اللي فاتت تتعالج، الايجابيات يكمل عليها. النهارده في بعض اللعيبه اصيبت، زي مثلا بنتكلم في ديانج معاه وقت، فالنهارده الوقت ده كويس ان هو يرتاح وياخد وقته في الاعداد. النهارده في لعيبه محتاجه لسه تتجهز، ممكن تكون متاثره لسه شويه بالموسم الماضي، فعندها فرصه ان هي تريح تاني وتبتدي اعداد بشكل امثل، خصوصا اللعيبه اللي هي مش هتروح للمنتخب. كمان انت محتاج ان ما يبقاش على طول انت تحت ضغط، يعني النهارده لعيبه الاهلي برده كانت تحت ضغط التاهل للمجموعات، خلصت دخلت في ضغط الدوري، في النص جه ضغط بطوله كاس السوبر بعد خساره بطولتين الموسم الماضي، فانت برده محتاج تفصل شويه. فهو اتمنى طبعا اكيد اي راحه طويله في النص بتبقى يعني كان للناس، يعني لاعب ممكن تبقى ادرى مننا اكتر، اكيد الناس المدربين بيبقوا ادرى ان هم عارفين ان ممكن في النص الراحه اللي بتيجي فجاه دي ممكن تبقى ليها ضررها، ولكن اعتقد ان حسب التقارير اللي بتقول او الكلام ان هيبقى في راحه لبعض الايام، بعد كده هيتجمعوا في ماتشات وديه في النص، فالامر لا انا ان شاء الله تبقى الراحه دي مفيده للنادي الاهلي، عشان زي ما كريم كده قال احنا هنرجع من وقت 3 ديسمبر انت مكمل ماتشات، ممكن الضغط فيها مش كبير قوي لان ممكن في النص يتحط كاس رابطه او حاجه، لكن من يناير تحديدا انت هتخش في معجنه الدوري ومجموعات دوري ابطال افريقيا والكاس القديم في الكاس الجديد في الحاجات اللطيفه بتاعتنا اللي احنا لسه ما خلصناهاش من الموسم الماضي، فهتبقى الفرقه فعلا محتاجه الفتره دي، خصوصا كمان اللعيبه، في بعض اللعيبه ممكن النهارده في الفتره دي لما تستعد بشكل جيد النهارده يبقوا قوه اضافه للفريق، لو مثلا ما كانوش لعبوا عدد من الماتشات، فالنهارده المدرب
زي ما احنا كده بنتكلم يا كابتن اسلام، وانت كنت تقول لنا احنا مش عارفين النهارده تشكيل الاهلي وبيعلن، الناس مش عارفه الاهلي يلعب 4-3-3 ولا 4-2-3-1، هو كريم فؤاد اللي هيلعب جناح ولا هيرجع باك، واكرم اللي هيخش في النص، وفخري هيبقى لاعب وسط ثالث. فهي دي، الراجل عنده لعيبه عندها حلول كتير. محمد هاني النهارده مساك باك يمين، ممكن فجاه نلاقيه جناح زي كريم فؤاد. كريم فؤاد نفسه لعب قبل كده مساك وممكن الراجل يستعين بيه. محمد اشرف النهارده، علي معلول مش موجود، محمد اشرف بياخد، محمد فخري، عمرو السوليه مش موجود، محمد فخري موجود، وهكذا. هي توليفه موجوده. فالنهارده ممكن فتره التوقف دي تسهل او تساهم ان اللعيبه دي تاخد على بعض بشكل اكتر، تنسجم مع المدرب بشكل افضل، والنتائج باذن الله تتحسن وتستمر. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى نطلع نتكلم او هنتكلم فنيا اكتر ونشرح ماذا حدث في مباراه اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نبدا بقى، خليني اقول لحضراتكم مقارنه لكريم فؤاد تحديدا ما بين او ما بين وجوده كلاعب مع اجهزه فنيه سابقه وما بين وجوده كلاعب مع مارسيل كولر. اتفضل يا احمد. هنبدا طبعا ببصمه مارسيل كولر الواضحه السنه دي سواء على كريم فؤاد، وهنتكلم برضه على التنظيم الجماعي. اول حاجه هنبدا بكريم فؤاد، قبل مارسيل كولر لعب 30 ماتش مع النادي الاهلي ب 1904 دقيقه، ما احرزش ولا هدف وصنع هدفين. اما في فتره مارسيل كولر او بعد تولي مارسيل كولر، لعب اربع مباريات ب 130 دقيقه، احرز 3 اهداف وصنع هدفين، يعني مساهم في 5 اهداف. فالمقارنه بتبين لنا بصمه المدرب في اربع مباريات، ان هو قدر ازاي يوظف كريم فؤاد في مركز الجناح في الاول لما لقى ان هو جه ولقى ان هو عنده السرعات وبدا يحطه في الشوط الثاني يوظفه ويستغله. النهارده بيبدا بيه، وكريم فؤاد يعني مش عارف هل شبه محمد بركات يا كابتن اسلام بما ان ولا ايه، ولا مين اللي شبه مين؟ كريم فؤاد بركات ما فيش شبه يا ابني حد صح؟ لا ده حقيقه والله. كريم له طريقته واسلوبه، بركات له طريقته واسلوبه، يعني يمكن شبهه في الحركه، شبهه في الحركه والسرعه وكده، بس طبعا بركات محمد بركات له شكل وطعم ولون مختلف. يعني نخش بقى على التنظيم الجماعي اللي احنا بنواصل برضو بناكد ان الفرق مع البصمه في مارسيل كولر، نجيب البيرو، التنظيم الجماعي للنادي الاهلي والضغط. اهم حاجه اللي احنا بنشوفها بصمه كولر الواضحه في الضغط. النادي الاهلي بصراحه في الفتره الاخيره او في السنه الاخيره كان عنده مشكله في الضغط، كناش بنشوف الضغط الجماعي بالشكل ده. تعال نشوف في الضغط الجماعي بتاع النادي الاهلي وازاي بيساهم في الاهداف. اول حاجه ضغط الاهلي واحد نبدا بيها. بص الضغط بتاع النادي الاهلي، بص الضغط العالي والضغط المميز، ضغط منظم، قفشه رايح وبرده وراه محمد شريف بال 4-4-2. الماتش اللي فات كان سافيو وكان شاد حسين، النهارده قفشه وشريف. بص الضغط بيعمل ايه، بيولد الاخطاء دايما. الضغط المنظم ده بيجي برضو الكره بيقطعها حمدي فتحي، بيستخدم حمدي فتحي في عمليه السكريننج والضغط، ان هو بيكمل ورا الاثنين المهاجمين، بيعمل ضغط عالي وبيصنع كوره لكريم فؤاد. طبعا كريم فؤاد بيرقص طريصه حلوه لكن بتخبط في القايم. فده بيوضح لك الضغط، حالات كتير بتوضح الضغط المنظم للنادي الاهلي النهارده. ادي حاله ثانيه، بص الضغط قفشه بيتقدم مع محمد شريف، بص هنا الضغط برضو محمد شريف. محمد شريف عمل ماتش حلو جدا النهارده في الضغط العالي وقفشه تحديدا. برضو ده الضغط بتاع النادي الاهلي المميز على لاعيبه نادي الداخليه. تعال نشوف برضو حاله ثالثه، برضو شريف وقفشه بال 4-4-2. سواء تتغير العناصر وتتغير الاسماء ولكن الضغط واحد والاسلوب واحد والتنظيم واحد. بصمه مارسيل كولر في الضغط العالي لاعيبه النادي الاهلي. ادي برضو الكوره، ومين اللي جاي من ورا ضاغط؟ وقف ثواني يا زجال، وقف حمدي فتحي اللي جاي من ورا اهو. حمدي فتحي اللي بيبقى دايما ضاغط بال 4-4-2. حمدي فتحي اهو اللي قدامنا على في الصوره اهو، ده حمدي فتحي هو اللي ايه اللي دايما ورا الاثنين المهاجمين. نكمل هنلاقي برضو ادي الضغط بتاع النادي الاهلي بيصفر عن ان الكوره برضو بتتقطع والنادي الاهلي بيستحوذ عليها بالضغط. الحاله الرابعه اللي هو الاخيره في الضغط، ادي نفس الشكل، ده الهدف الرابع بتاع النادي الاهلي. بص الضغط جاي من خلال مين؟ من خلال محمد شريف برضو، وفي الشوط الثاني بيأكد ان لعيبه النادي الاهلي واقفه بدنيا بشكل كويس على رجليه. في الدقيقه 52 نفس الضغط برضو محمد شريف بيلعبها لمين؟ لقفشه، قفشه بيعمل الاسيست لكريم فؤاد. فخلينا هنا بقى ممكن ناخد من اللقطه دي فكره محمد مجدي قفشه النهارده. طبعا محمد مجدي قفشه الفتره اللي فاتت كان البعض برضو يعني بيلوم عليه ان هو مستواه مش كان افضل حاجه،
لكن محمد مجدي قفشه النهارده في المباراه دي. لا وهي حقيقه على فكره. اه طبعا يعني لكن النهارده بنتكلم بقى في المباراه دي، الراجل بيلعب السهل. صحيح. بيلعب الطريقه بتاعته، بيستلم الكوره سلمها. النهارده محمد مجدي قفشه صانع هدفين، لو استعرضنا ارقام لمحمد مجدي قفشه على المستوى الفردي كلاعب فردي في المباراه، هنلاقيه ان هو تقريبا صانع حوالي 8 فرص ب 8 تمريرات مفتاحيه، منهم الهدفين اللي هو صنعهم. اجمالي التمريرات بتاعته ودقتها مميزه جدا، كان ليه محاوله واحده صحيحه على المرمى اللي هي الحارس طلعها من 3 محاولات ليه، زي ما احمد قال كده في الضغط العالي اللي هو كان بيعمله. فالنهارده بنتكلم من اهو يعني دي ارقام محمد مجدي قفشه خلال 90 دقيقه، ارقام مميزه، خصوصا كمان بنتكلم في الراجل اللي هو البلاي ميكر بتاعك لما بيصنع لك 8 فرص ب7 تمريرات اللي هي بنسميها الكي باسز، منهم 2 اسيست. دي بتترجم ان النهارده حاله جيده للاعب على المستوى الفردي، حاله مميزه جدا. طبعا كريم فؤاد هو رجل المباراه، لكن انا يعني وفقا للارقام دي وفقا للاحصائيات محمد مجدي قفشه تقريبا هو تاني افضل لاعب في المباراه في فريق النادي الاهلي بعد كريم فؤاد. يعني في نقطه هنا بقى مهمه جدا جدا كابتن اسلام اللي قاله ثابت، وقال له ايه ان الضغط العالي مفيش مدير فني يقدر ياخد القرار ده غير لما يكون متاكد ان لعيبته بدنيا يقدروا يعملوا الكلام ده. صحيح. بس تبقى الناس فاهمه ان موضوع التاكتكس والفنيات مش زرار بندوس عليه فهوب يلا. يعني السنه اللي فاتت كلنا كنا شايفين النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في كل موسم في نهايه الموسم فعلا مرهقين، ايا كان بقى سواء الاحمال البدنيه محطوطه غلط، بس النتيجه اللي قدامنا ان في ارهاق، وبالتالي ما كناش نقدر نعمل الشغل ده ولا في نهايه الموسم الماضي ولا في نهايه الموسم اللي قبليه. ايا كان ايه السبب بتاعه، السنه دي احنا الهدف الرابع جاي في الدقيقه 53. يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ان المباراه دي لو ماشيين برتم طبيعي ليها كانت تخلص 6-7، لان كل النادي الاهلي كان تقريبا بيحط هدف كل 10 او ربع ساعه. فبالتالي احنا عايزين نبقى فاهمين ان في بعض الامور في الكوره ما تبقاش خاضعه للتكتيك بتاعك للاعب. يعني مثلا لاعب ضغط غلط، ما تجيش تقول ان هو ما بيفهمش الضغط، لا هو اصلا تعبان مش قادر، هو اصلا تعبان. انت لو جبت افضل لاعب في العالم وهو مرهق استحاله هيديك المردود ويديك الناتج اللي انت منتظره وهو في حالته البدنيه. بس ممكن ناخد يعني من كلام كريم قبل ما نروح لثابت يا كابتن اسلام فكره حاجه كنا بنتكلم عليها الفتره اللي فاتت، ان النهارده النادي الاهلي بيكسب 4-1. لو استعرضنا الاحصائيات سريعا برضو هنلاقي حته الاكسبكتد جولز اللي احنا كنا دايما بنقول ان النادي الاهلي بيصنع عدد كبير من الفرص بيروح على المرمى، ولكن النتيجه بتخلص 1. النتيجه بتخلص، لكن النهارده الاكسبكتد جولز بتاعت النادي الاهلي لو هنركز في الرقم ده تحديدا نتكلم 6.43. الاهلي جاب منهم 4. النهارده رقم مميز جدا، رقم كبير. يعني ان انت الفرص جات لك 6 فرص محققه للتسجيل سجلت 4، فده النهارده ده معناه ان الفرقه بتحسن من نفسها بتتطور. كمان طالما في راحه، طالما في تدريب، طالما كل امور كويسه، الامور كلها حتى يعني ارقام النادي الاهلي طبيعي جدا في مباراه النهارده هي الافضل في كل حاجه، لكن هي كنا عايزين نركز على حته الاكسبكتد جولز لان دي اللي دايما بنشرحها للناس، ان دي ترجمه الفرص اللي انت بتصنعها في المباراه. انت لما يبقى عندك فرص كتير اكسبكتد جولز كتير، لما بتحرز منها النسبه اللي هي فوق ال 50% وال 60% فانت النهارده بتريح نفسك وبتريح فريقك. و19 محاوله برضه رقم بالزبط. كويس رقم كويس جدا. تعالى نتكلم على اللعبه اللي كان بيلعب عليها مارسيل كولر النهارده، اللي كان واضح ان هو مذاكر فرقه الداخليه او عندهم مشكله في المساحه ما بين المساك والباك الشمال. اللعبه دي بتقول التمرير الطولي لكريم فؤاد في المساحه ما بين المساك والباك كان واضح جدا. ده هنا حمدي فتحي، واتكلمنا في دوره في الحلقه اللي فاتت، دايما دور حمدي فتحي للنادي الاهلي في تحضير الهجمه من الخلف مميز جدا حمدي فتحي وبيقدم مستويات هائله. تعال بص على التمريره لمين؟ لكريم فؤاد، نفس اللعبه التمرير الطولي. نركز في اللعبه دي عشان طبعا هنا لعبه الباك باص، نفس لعبه ايه؟ مباراه الاسماعيلي، نفس الهدف اللي جابه شادي حسين، ان كريم فؤاد برضه بتتلعب له هنا بعدين بيجي اللي بعد كده دي اصلا شرحناها كتير في الانترو. تعال نكمل برضه نفس اللعبه هنا برضه الهدف الثاني، على الهدف الثاني برضه اهو عند قفشه نفس من جاي من عند سافيو والضغط هنا سافيو فخري بص هنا بقى شريف قطع الكوره برضه، شريف قدم ماتش حلو في الالتحام. بص هنا قفشه اللي فاتت كانت حمدي فتحي، هنا قفشه بيبص على طول من واحده لكريم فؤاد عارف ان هو هيتحرك له في الحته دي، برضه اتلعبت له هنا كريم فؤاد خدها حلوه وراح شايط وتابعها حمدي فتحي اللي برضه تواجده في الاماكن دي في جوه منطقه الجزاء، ده بيدل ان هو كان بياخد تعليمات جوه ان هو دايما بيضغط عالي او دايما بيتقدم في منطقه الجزاء.
طيب تأكيدا للعبة غير الهدفين، في لعبة كمان برضو نفس الفكرة، عشان نوضح ان دي بصمة مدرب مش حاجة. هنا اكرم توفيق لمين؟ لكريم فؤاد برضو. فانت بتتكلم في ثلاث العاب، في كمان اكتر من دول، بس احنا جايبين ثلاث العاب واضحين جدا ان كان في جملة الراجل محفظها لهم، ان انت من خلال هتستغل نقطة ضعف حتى كابتن رضا شحاتة، حاول ان هو يغير الباك الشمال اكتر من مرة، جاب مرة اهو ألين اللي هو الاوغندي ده راح حطه، فالجملة اتكررت اكتر من مرة وجي منها الهدفين. وهنا ده تطور برضو، بنتكلم عن تطور الفردي، لاعب زي كريم فؤاد النهارده هو ازاي على المستوى الفردي متميز النهارده، تحركاته كلها مش بيجري وخلاص، لا بيجري في المكان السليم، عنده الاصرار على الكوره. يعني هنا في الكوره النهارده كريم فؤاد لعب كوره، اتلعبت كوره عرضيه، لعبها ضربه راس الحارس طلعها كورنر. النهارده بنتكلم ان كريم فؤاد مثلا لاعب هو اصلا لو باك او حتى جناح، وهو قصير القامه مش لعيب هيدر، النهارده الكوره بتتلعب له محمد اشرف، بص هنا بيعمل ارتقاء فوق المدافع، ارتقاء عالي جدا، بيحط الكوره بشكل مميز، لكن حارس الداخليه تصدى ليها بشكل مميز. كمان كان ليه كوره اللي هي الفرصه كانت لمحمد شريف اللي هو برضه هو جوه منطقه الجزاء، المره دي كان هو اتحرك في العمق وكان واخد الكوره، يعني هي دي. بص هنا كابتن اسلام، صحيح الكوره اتلعبت واتشاطت، وكان في زي بنقول كده دربكه في النص، لكن هو في اصرار، هو بيروح ياخد الكوره برجله على الكوره ايه وسط ثلاثه زي ما بنقول كده، واخد الكوره وراح عمل اسيست. يمكن محمد شريف لو كملها وش رجله كده بقوه كان هيبقى هدف كويس. فهنا احنا بنتكلم عن كريم فؤاد وازاي ارقامه حتى فرديا في المباراه النهارده، وعمل كل حاجه زي ما كريم كان بيقول النهارده، كريم فؤاد عمل كل حاجه في المباراه. يعني لا هنفضل بصين لبعض؟ لا 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 انا كنت بقول لا لا كريم فؤاد طبعا النهارده عمل كل حاجه اكيد في الكوره، وكمان عارف اللي هو اللعيب انفجر كابتن في مباراه واحده. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو النهارده انا بشوف ان هو لا مش مباراه واحده يا كريم، انا بشوف ان هو بقاله كريم من اخر الموسم السابق صح. وحتى الان انا بشوف طبعا التغيير واضح السنه دي، لكن من نهايه الموسم اللي فات وهو بيؤدي بشكل جيد. مع هو تغيير مركز في وجهه نظري هو يعني اساس هذا التغير، لان كريم فؤاد اصلا بكل امانه مثلا الاحصائيه اللي جابها ثابت في بدايه الفقره، ال 1930 دقيقه اللي هو شارك فيهم كلهم فول باك، ما كانش ساعات كان في ماتشات مساك شارك فيها صحيح. كلها فول باك. فبالتالي واحد بهذه الامكانيات الهجوميه الخطيره جدا كنت قافل عليه ليه بالظبط؟ فهو بصراحه كولر عنده حته بعيد، تحس ان هو سكاوت، يعني هو في قرارات نفسه هو كشاف، هو تحس ان هو كشاف لاعبين. خلي بالك ما هو ممكن لانه في الاخر هو بينظر، ما خلي بالك هي مهاره بصراحه طبعا، يعني منذ ابد الابدين موضوع يعني كشاف المواهب دي طبعا مش طبعًا. واقفه على العاملين في مجال كره القدم، لا 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 يعني لا. يعني الله يرحمه عبد البقالي يعني ما كانش راجل مش لاعب كوره، عينه حلوه. فهو كولر شاف ان كريم فؤاد اقدر استخدمه كجناح، وكمان في نقطه مهمه جدا، كريم فؤاد مساندته الدفاعيه في المركز ده كبيره جدا ويقدر يعملها هو وحبيبها، بدل ما انت النهارده بتحطه كفول باك بصراحه، الفول باك عشان يقدر ياخد الخط ده كله يجري ويرجع تاني امر صعب جدا. فانا شايف ان كولر بصراحه عينه حلوه، وهو يعني يحسب له طبعا هذا التطور الحادث في اداء يعني حتى كريم فؤاد نفسه كابتن اسلام في بدايته الناس كانت بتتعامل معاه ان راجل باك ليفت، بيلعب باك ليفت في ام بي ساعات، وهو يعني بالقدم اليمنى زي الكابتن ياسر ريان كده ايام ما كان بيلعب باك. فهو الناس يعني هي الفكره زي ما اقول كده، هي اكتشاف، انت بتكتشف لعيب بالمهارات بتاعته في المكان ده، هو كمان لما بينزل بيأدي، فخلاص زي كده في الجيل بتاعه كابتن اسلام بركات لما كان يلعب جناح او باك او صانع العاب زي احمد فتحي ممكن يلعب في كذا فهي في لعيبه تقدر تحطها في اي مركز وهي طيب بتجيد. عشان قدامنا اقل من خمس دقائق يعني. ارقام كريم فؤاد بقى في المباراه، لو نستعرض ارقام مش. كريم بما ان هو رجل المباراه او حصل على رجل المباراه اتفضل، فقدامنا طبعا هنشوف الارقام، هنلاقي ان هو احرز هدفين وصنع هدف وتسبب في الهدف، يعني هو متسبب في الاربع اهداف النهارده، جاب هدف واتلغى واكتر، وجاب هدف واتلغى الهدف ده وعمل كل حاجه واتغير يعني عمل كل حاجه الهدف اللي اتلغى ده في شك نار. يعني في شك ان هو هدف صحيح على فكره، الهدف اللي اتلغى الهدف اللي اتلغى ده في شك كبير، يعني كابتن ناصر عباس قال ان هو خلينا نروح لارقام كريم فؤاد اتفضل. دقائق المشاركه 80 الارقام لعب بالدقائق 80 احرز هدفين وصنع هدف،
وهو اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى النهارده. اهداف متوقعه 2.7 من 10، محاولات ناجحه 4 من 5، دقه تمرير 25 من 31، 3 من 5 مراوغات ناجحه، صناعه الفرص 3، تمريرات الكي باسز اللي هي التمريرات المهمه يعني 2، الفوز بالكره 7. لا هي ارقام، بنتكلم ارقام موازيه فعلا، زي ما يعني هو عمل كل حاجه النهارده، حاجه تحسب. نتمنى ان هو يستمر على كده. الراجل النهارده لاعب اساسي في المباراه، حتى اللي فاتت كان بديل في كل مباراه بينزل ليه بصمه، سواء مباراه الاسماعيلي نزل صنع هدف، مباراه الزمالك نزل جاب هدف، النهارده بيلعب اساسي جاب هدفين وصنع يعني صنع هدف وساهم في هدف. فالنهارده لا يعني كل حاجه ما شاء الله يعني، ربنا يحميه. اخر حاجه يا احمد معاك، في مكاسب كتير في المباراه يعني، احنا اتكلمنا برضو على كريم فؤاد النهارده، شريف شريف بيرجع لمستواه، يستعيد جزء في الفتره الاخيره كبير من مستوى محمد شريف في الضغط، قفشه يستعيد مستواه، غير طبعا كريم فؤاد رجل المباراه، محمود متولي النهارده بيحافظ على مستواه وقريب جدا من الانضمام لمنتخب مصر في اليومين ثلاثه اللي جايين. برضه محمد هاني النهارده بنشوفه في مركز المساك، بتريح 6 لعيبه، بتدخل لعيب زي محمد اشرف برضه بتشوفه واحده واحده، محمد فخري برضه بتجرب لعيبه، حمدي فتحي بيوصل تالقه، اكرم توفيق، يعني هي الحاجه الوحيده بس الكلين شيت اللي راح بس. معلش يعني نشوفه بعد كده في المباراه. لا على فكره النقطه دي والله بجد ما بحبش تقعد كتير، لأ بتمثل ضغط، بتمثل ضغط حتى يقول لك ايه عدد المباريات اللي انت انتصرت فيها. انا فاكر ماتش المصري كانت مش عارف 72 انتصار 17 ولا 17 حاجه كده يعني، وبعدين قعدوها عملوها ازاي ماتش نادر السيد ده، كان ماتش كابتن نادر السيد ده اللي هو كان ما بيعملش حاجه ما يعني نفس الرقم عند فايلر، وقف عند سموحه، وقف عند فايلر عند سموحه برضه رقم 17، وبالتالي الحاجات دي طبعا حاجات فايلر اعتقد وقف 16، محدش حط الرقم جوزيه 16 يا كريم، محدش وصل للرقم جوزيه 17 انتصار متتالي، هو واقف عند 16 اللي هو تقريبا كان تعادل يعني في النهايه هي حاجات بتمثل ضغط يعني ولعيبه الاهلي الحقيقه. هي الارقام مهمه، بص يا كابتن اسلام احنا زي ما احنا بنتكلم الارقام حاجه مهمه يعني طبعا. احنا بنتكلم مثلا وانت قاعد تتفرج على ماتشات الشامبيونز ليج بتلاقي المواقع بتاعت الاحصائيات بتقول لك اصل كيليان امبابي النهارده وصل للهدف رقم 30 كاسرع اصغر لاعب وصل للهدف رقم 30 بقى. يعني هي الارقام لطيفه بس مش هي دي حياتنا، مش هتبقى ارقام، ارقام هي دلالات بتقول مؤشر ان انت ماشي كويس او لا. بتفاجئ بيها احسن ما تكون عارفها قبل الماتش. بالظبط. ان انت بتكون عارفها قبل الماتش وجزء من تفكيرك بتعمل ضغط عليك. بالظبط. محمد صلاح اول سؤال امبارح اتساله. ايوه. هو سال على ايه؟ بعد المباراة. بتاعي ولا لا؟ الهدف اتحسب لي ولا لا؟ قال له كويس اتحسب لي انا عشان ياخد هداف دوري الابطال السنه. لا هو برضه بيفكر في كسر الارقام، لكن ده محمد وصل لمرحله ان هو بيفكر في كاس الارقام زي ما بيفكرش يعني الموضوع بالنسبه له. لا وهو عارف السنه بصراحه ليفربول بعيد عن الارقام يعني، هو بعيد بشكل كده ليفربول السنه ما يدكش اي حاجه السنه دي، فبالتالي اللي هم اللي هو بيساله ده يقول لك انا اكسر الارقام الفرديه وخلاص بقى يعني، مش هي ارقام فرديه السنه دي. عموما الف مبروك للنادي الاهلي لانه يستحق الحقيقه فتره رائعه. نتمنى ان يكون هذا الشهر ايجابا وليس سلبا للنادي الاهلي مع مستر كولر ان شاء الله. ان شاء الله حتى هذه اللحظه زي ما كريم واحمد وايمن اتفقوا مع حضراتكم انه حتى الان نسبه النجاح 100%، ولكن ما هو قادم دائما يكون اصعب، ما هو قادم يكون ضاغط بشده، وما حدث خلال الست مباريات السابقه اعتقد او السبع مباريات السابقه اعتقد ان هو بيكون عامل ضغط كبير جدا على ما يتبقى من الموسم من إنجازات بيحاول يعملها النادي الأهلي، منها إن شاء الله قد تكون عودة الدوري، إن شاء الله قد تكون عودة الكاس إلى النادي الأهلي في الجزيرة. فإن شاء الله إن شاء الله الشهر ده نستطيع إن احنا نكسب منه ويكون إيجابا وليس سلبا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. النهاردة كانت حلقة نهاية الأسبوع، إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم مع بداية الأسبوع القادم، إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الأحد وحلقة جديدة من البيت الكبير.